بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إذن المحاضرة رقم 7 في دورة التدريب على برنامج ستاد برو من أجل اتخاذ القرار الهندسي لمواجهة المشاكل الواردة في الحياة العملية. نبدأ بالملاحظة مع الأستاذ أكرم. نعم. أي. أوكي. نبدأ من الجديد بالضبط. سبيس. ماشي. خلنا نختار في الرقم الآن. إحنا يمكن وصلنا 4. next. ها add beam. ها نبدأ يعني من الجيومتري add beam. أوكي زين. نروح على import. import. فايل. import إيه. أول كاد يعني. أوكي. ها أروح أجيب اللي قصدك structure مالت ال. ماشي. نروح إذن إلى إحنا الملف اللي اشتغلنا عليه أعتقد سطح المكتب. جيد. هذا ملف الـ DXF. أوبن. بس خلي الـ ها زد أقول له أب. لا لا واي أب. الواي هو الأب. واي هو الأب. أوكي حتى يصير رأسا بالاتجاه. متر كيلو نيوتن. ممتاز. اذا هذه خطوه تعوض عن الخطوه اللي نروح للمكتبه ونجيب. بس احنا خلص هنا من مساله التدوير هم ما عندنا به مشكله. كله يجي مضبوط. جيد. هذه ملاحظه حقا ممتازه نبدا بها محاضره اليوم واللي هي تكمله للموضوع مع المحاضره السابقه اللي كان بها الكلام على انه شلون نجيب ملف اوتوكاد الاكستنشن مالته DXF ونجيبها الى برنامج هذا برو ثم نشتغل عليها. جيد. شكرا. هذه ملاحظه ممتازه بصراحه وضفنا شيء جديد الى المعلومات. استاذ حسن ممنون منك. خوش بحوش بالبرنامج استاذ حسن. زين خلينا نرجع اليوم اذا الى نشوف احنا شرح ناخذ معلومات. هسه احنا نريد نتعلم حقيقه نتوسع اكثر بعد بالاوامر مع البرنامج بشكل حتى نحاول نوصل الى الاحترافيه بحيث انه نشتغل مثلا بالجيومتري نشوف اشكال مثلا غريبه شلون ندخلها كذا ومن ثم نجي نرجع نحاول ايضا نزود معلوماتنا بالبروبرتي نزود معلوماتنا بالسبورت نزود معلوماتنا باللود انواع الماتيريال ممكن ندخلها الجديده مثلا شلون ندخلها. هذا راح يكون بصراحه موضوعنا بالمحاضرات الثلاثه المتبقيه اليوم والاثنين القادمه ان شاء الله. او اربعه عفوا صرنا اربعه 7 8 9 10 اسف. زين فخلينا نبدا مثلا نفتح ملف جديد خلينا نشوف الان حتى نشوف بهذا الملف ستراكشر فورس نفسه هذا اللي احنا ما اشتغلنا به الان نبدا به من الصفر. ما اعرف احنا قلنا قبل او لا انه احنا ممكن ندخل للمكتبه من داخل البرنامج عن طريق جيومتري ورن ستراكشر ويزارد. الان دخلنا الى المكتبه. هسه راح نجيب فريم ونحاول نطور به باشكال مختلفه. خلينا ناخذ الفريم محدود صغير يعني ومن ثم اي باي فريم بالضبط ثم نبدا نحاول نطوره من خلال اوامر مال الجيومتري حتى نتدرب شلون نحور ملف جايبيه من المكتبه. كذلك نفس العمل او نفس الاشياء تتكرر عندما يكون الملف جايبيه من الاوتوكاد. اذا 6 في 6 في 4 غرفة واحدة و ميرج موديل وذ ستاد برو. بس yes. يعني بس جزء من يعني جزء العمودين يعني مثلا نجيب هذا ونمسح. اه اي عادي. هو احنا هذا الغلط صراحة اليوم بردنا نبلش بهالطريقة انه احنا اذا اردنا نعدل على شيء يعني اليوم كانه هسه راح نبدي نريد نعدل بالجيومتري مال ستراكشر. يعني مثلا جيومتري بي كيرف هذا الان ما بي كيرف المكتبه كلها ما بيها كيرف فشلون راح نمثل الكيرف؟ لازم نجيب فد شيء ايضا ونلصق وكذا يعني عمليه راح شلون راح نشتغل بالاشياء بشكل متوازي ونطور هذا الشكل. زين هسه احنا سابقا اخذنا اذا هذا شلون نسويه طابقين وكذا هذا واضح عندنا زين وسهل. ابكيكم يعجبكم تشتغلون حتى شوي ابطئ شو يعجبكم؟
تشتغلون تنتبهون اذا هو الان تسجيل موجود ممكن تشتغلون في اي وقت بالبيت بعد المحاضره او لاحقا. طبعا يعني انا حقها غرض من السرعه، انا اسف لان ده اسرع، غرض من السرعه هو اعطاكم اكبر قدر من المعلومات يعني خلال هاي المحاضرات العشره، يعني كل ما اعرف احاول ما ابخل بشيء عليكم. اوكي زين، هسه اجي انا مثلا هسه ردت انه هذا الستركتشر انسخه بحيث اخلي واحد بصفه بهالجهه. اوكي ارد اكبر صار غرفتين، فشلون اسوي؟ الجواب احنا اشرنا الها لكنها ما طبقناها، اسمها ترانزليشنال ريبيت، الاستنساخ او التكرار الانتقالي اللي هو ينتقل اكس واي زد. شلون راح نشتغل بيه؟ راح نشتغل بيه طبعا هسه احنا بما انه نريد نستنسخ ممكن نسوي سقف هنا ونستنسخ، ممكن لا نسقف بعدين مثلا نسوي ونستنسخ بس البليت، يعني احنا نقدر نستنسخ الشيء اللي نريده مو نستنسخ كل شيء. شلون؟ من خلال الكيرسر. الان الكيرسر مثلا يعين بس بيم اليمنت، فاذا راح نستنسخ بس بيم اليمنت حتى لو اكو بليت ما راح يستنسخها. خلونا نجرب، خلوني اخلي بليت وحتى ايضا نتدرب على الحالتين سوا. هسه هذه كاونتر كلوك وايز، نختار الان كوادريلاترال، بعد شويه راح نجرب مثلثات. هسه نجي اطوال الاضلاع اشقد؟ 6. اللي حاضرين الباحه يتذكرون الارقام شلون كانت؟ يعني خليني اقول هذا المصطلح ولو بدنا نسجل مجعمره، يعني ما ادري خاف يعني مهندسين عرب شنو الكلمه المصطلح زين. فمرات من تجي الارقام مو نظيفه، يعني هذا مصطلح وايد اشوف المعماريين يستعملوه انه الابعاد نظيفه. نظيفه شنو معناها؟ ما بيكسور يعني الى حد على الاقل الى اقرب 5 سنتيم مثلا تكون معقوله، بس مو مثلا سنتيم وسنتيمين وكذا، هاي وراهم تسقيط وراهم يعني هذه الامور بصراحه تسوي ايرور. ف 12 سلطان احسنت على ملاحظتك. 12 نعم 12 12. اذا هذا صار هسه الاليمنت بس الشكل اللي احنا نريده. صار عندي هسه سلاب وبي، خلي اجي استنسخ هسه الممبرز بس راح استنسخها. ممكن؟ نعم ممكن، لان حددناها بس هي. هسه هذه النافذه شنو بيها؟ اختار المحور لاستنسخ باتجاهه، وما هي عدد النسخ؟ نسميها number of steps. وما هي المسافة بين نسخة وأخرى؟ أوكي خلونا نشوف هاي الأشياء. أول شيء المحور إحنا بنستنسخ هيك شيء. أوكي إذا X، إذا هو X جيد الحمد لله. زين كم panel رد نسوي؟ فرضا 2 سو بلاش. أوكي 2، إيش قد المسافة بين واحد وواحد؟ المسافة شنو؟ هيك افهمها انه هذه النقطة وين راح تصير بالنسخة؟ راح تصير هنا. اذا بالضبط راح ينتقل 6 متر. من تقول 5 راح كذا، من تقول ابعد يطلع فراغ بيناتهم. هو يستنسخ يعني مثل ما نقول بدون اي اوتو سيف. يس. من ال... هنا ماكو بوينت. مو مثل ذاك اللي ابو الريبيت اللي هو سيركولر او ميرور، لا ماكو هنا بوينت. اكو سؤال اخر انه انت تستنسخ كل شيء لو بس الجيومتري. بس الجيومتري شنو؟ تجي الممبرز عفوا جيومتري بس تجي بس الشكل بدون بروبرتيز وبدون لود وبدون كل شيء. جيومتري اند بروبرتي يجي الشكل ويا البروبرتي ابعاد الكولوم والبيم ما ادري شنو. اول والماتيريال ويا البروبرتي. الاول حتى اللود هم يجي. اوكي؟ فاذا احنا هسه مثلا هسه طبعا بعدنا الافضل يعني افضل اذا احنا بنفس البروبرتي ونفس اللود هاي كلها مكمله قبل ما نستنسخ مثلا، لكن احنا هسه بدنا نشتغل تدريب ما عندنا غرض معين، بس احنا نقول هاي الملاحظه. نعم النود مال ماكو مو ماكو ماكو نود. هذا امر ما بيه نود، ما بيه باوع خلاص. اوكي سواء مو مثل هذا، يعني انتم بنيتوا على هذا اللي بيه نود او الميرور اللي سويناه وبي نود البارحه، مو يعني لا هنا أنا ماكو نود شباب. بس شنو الان نسخنا الممبرز بس ما نسخنا البليت. نعم نعم اول انا سوينا نفس الشيء، ما نسوينا ما عندنا معلومات ثانيه، لا دخلنا بروبرتي ولا دخلنا كذا. مو اني اول لا اول اللي اشرته اكتيفيتد لايك ذات، يعني سويته بالاحمر.
مو all يعني لا لا مو الفيو او يعني لا دكتور راح ناخذ لاين وراح ناخذ نود ابو هاشم عندي سؤال لاين مو نود يعني راح ناخذ بيم مو نقطة احنا اي بالضبط نسخنا الان البيمز لانه اللي فعلا هن البيمز هو طبعا بمناسبة سوى هذا يعني يستنسخ اعتقد يستنسخ بس ستراكتشرز يعني بيم يعني إليمنت وبليت إليمنت ما صور يستنسخ نود اكيد نود كوبي بيست مثل ما سوينا البارحة سوينا الاعمدة كوبي بيست يعني بيم نفسه فوق البيست مو يمبر يعني ما اكسبريشن جوينت بيناتك لا طبعا طبعا ما احنا ما نقدر نسوي هذا سؤال مهم من ابو هاشم استاذ ايسر انه احنا ما نقدر ترى نسوي تو ستراكتشرز ان وان فايل ونسوي لهم ران هاي خلوها ببالكم ايه ما يصير لانه هسه احنا امبارح مو تعلمنا التولز شلون تشيك عدد الستراكتشرز مين يشوف اثنين ما يشتغل بعد ماكو ربط ما ما يقدر هو شنو ملف ويحل الملف واحد لما يشوف اثنين ملفين كانه ما يقدر يحل راسا اوكي اي نعم نعم حسن بالعكس انت اختاريت او زين هو ليش ما استنسخ السقف مو انا ما فعلت السقف يعني ما اختاريت مع سهل ايقونه بليت اليمنت عشان انفعل فما استنسخه اوكي احنا حتى لو ما نقول اول غير يفهمها لا لا هاي مو اول مثل الفيو اساينمنت تو فيو اول مقصود بها اول اللي فعلته انت والاول بصراحه مو مقصود بها هم اللي فعلته مقصود بها المعلومات الخاصه باللي فعلته يعني البروبرتي مالته اللود اللي عليه فاوت ما يخص الاليمنت نفسه مو اول اللي بالفيو جيد احسن سخ يعني احنا قلنا ننوع التدريب صح ليش ما سويت راسا كلهن كان رايكم انه ممكن كل واحد على حده ممكن كلهن بس راح اسوي اكثر من طريقه بس شوفوا هذه الان نرجع على نفس العمليه عندنا نسختين بين كل وحده ووحده 6 متر وهذني الاليمنتس صار بهالشكل ممكن واحد ما يسوي هيك يقول لا ما سوى راح اسوي الشغله اللي قال عليها الباحه محمد جعفر اللي هي شنو انه احنا نجي نريد نسويهن ذني شوفوا الاندو الاولى بقى اوكي خليه هيك جيد احسن حتى اوخر السبليتنج مال البيم بدي اسوي فد شغله اللي الباحه احنا حكينا بيها بس قلنا لين الابعاد مو نظاميه بيها هوايه ورا الفارزه فما طلعت بشكل مضبوط شوفوا شنو هي الان الشغله نقدر طبعا كوبي بيست عادي شغال ماكو اي مشكله اي بس انا شنو هنا الحق اللي اردح شيء هو انه انا اقدر اسوي هسه ها اجينا مقسمات لنا بالاستنساخ ماشي هسه خلينا نشوف اقدر اسوي هيك ماشي مو الباحه احنا جربنا قلنا اللي بيطلع البيم ما مربوط خلينا نشوف خلينا نجرب اليوم خلينا نشوف اليوم شو يصير اتمنى هيك يعني انه احنا يعني هيك اللي فارضي يمشي كما احنا نريد خلينا نشوف إيه انا اريد اقول انه احنا ممكن نسوي ماش هسه للكل زين هسه مبين مربوط لو مربوط شلون عرفت زين شوفوا هسه بصراحه انا عندي طريقه هاي حتى ما اثق بها هيك انه تقسم اذا ماش لا شو اسوي اجي ازوم بالويندو زومت اروح للليبلز اقول له نود نمبرز بس احنا نسوي بيمشي بس اسمح لي اسمح لي بابا شوف شوف الطريقه هذا في قدر الرقم قاعد تقروه 191 اذا النود وحده اكو بينما انا عندي ايش قد 3 اليمنتس بليت اليمنت على اليمين خلينا نقول بليت اليمنت على اليسار ومنبر بالنص هذني اكو هذا الركن هاي يكون اكو 3 نقاط الان ثلاث نقاط انا كم رقم بدي اشوف واحد اذا معناها شنو مربوط الاستاذ مربوطين بس مربوط بعد هذا شنو هو مربوط زين البي ماذا اشوفه شو اسوي اوكي جيد احكي كل شيء احكي حتى انا اقول لكم شو نسوي روح للليبلز ستراكشر اقول له فول سكشن شوفوا الفول سكشن ايش راح اسوي عفوا فول سكشن ستراكشر فول سكشن ها اوكي يمكن لانه ماخذ زوم ما يبين
او انا اصمم في اي بروبرتي، اسف فول سكشن لازم اكو بروبرتي، خليني انطي ابعاد للبيم طبعا لان ما عنده بروبرتي، فبيطلع 3D ماكو اي رقم يطلع بيه 3D، خلينا نقول 0.5 0.25. اوكي هذا هسه هنخلي اساين تو فيو لانه الكولم راح نحكي عن فد شغله. جيد هسه راح نشوف الفول سكشن، نوخر النود نمبر ونروح للستركتشر وفول سكشن حتى نشوف اكو بيم لو ماكو بيم، كبرها من النافذه. اوكي هسه اكو بيم لو ماكو بيم، هسه تاكدنا اكو بيم، ليش؟ لانه رسمناه مثل ما نقول 3D. او هسه هذا الامر هنا خل اعيده لان سريع، نروح الى ليبلز ستركتشر نون مكتوب شنو 3D سكشنز، اكو اثنين اكو ثلاث اوامر نون كل شيء ماكو، فول سكشن يطلع ال 3D شلون نقول سوليد يعني حتى سكشن اوت لاين حتى نخلي بين الفرق ابلاي فاضح ما اعرف عبر هذا بالحكي يعني ذاك مليان وهذا مجرد اوت لاين بس خب خارجي اي اي زين احنا شنو اللي نفضله هسه بحكم هسه لهذا الغرض اللي انا مريت بيه قبل شويه اوكي فول سكشن هو هالشيء هذاك هسه راح يجينا بعد شويه هذا ما يفيدنا يقوم شويه مو واضح هالقد اوكي زين هسه مربوط لو مربوط احنا اختلفنا والاختلاف رحمه بس انها مو رحمه نقمه فلهذا احسن شيء شو نسوي خلينا نسوي تشيك شلون نتشيك من يتذكر حتى اعرف مربوط له ولا نعم تولز احسنتم تولز اخير شيء بيم بليت كونكتيفيتي ما دام بعد الفشار صغير الان راح يقول لي اذا اكو مشكله بالربط هاي ابراهيم معذره انا اخذناها البارحه شو البارحه ظهر درس بس اي نو امبروبر يعني صراحه الرساله بتطلع انا ارتاح كلش لانه قصه تجي ورا شغل مثلا هوايه وتعب يقول لك ماكو مشكله بالربط انت تطمئن ما عندك مشكله بالربط اذا استنتاج انه احنا لان الابعاد نظيفه مو كرار 6 ب 6 فتمكن ان نسوي راسا بليت اليمنت لمجموعه بانلات مره واحده بس من اكو 6.2 وهاي لها 6.1 وكذا ترى ما تجي مضبوطه اوكي لا لا هاي التقسيم انا خفت من تقسيم بالعكس ياثر علينا سلبا بس هو همه انه مضبوط فمقسم هو يعني ماكو كسور ماكو فالمشكله ما موجوده هم الجسور مقسمه مقسمه كل ما ياثر بس لو اكو كسور كان الجسور اثرت والربط تاثر ومشكله صارت مثل ما شفنا باحه بالمثال اللي هو مال اوتوكاد اللي ارقام كلش يعني حق بيها انت حتى المليمترات واجزاء المليمترات هو احنا نسمنا المش ليش الضغط اسمه فوق غير على اربع نقاط بس اه وانا اقول لك شنو هو يعني نحكي هو يعني نقصد البرنامج هو شلون دا يشتغل احنا يمكن يعني مرات ننوه الى هالشيء ما ندوخكم القضايا النظريه البرنامج ترى بصراحه هو يشتغل بس بالنود يعني شنو يمكن هاي القضيه نحكيها لاول مره خلينا نكتب خل اقول لكم البرنامج نظريا شلون دا يشتغل ضمن المعلومات اللي هسه قسم منكم دارسها وقسم منكم ناسيها وقسم منكم ما دارسها اكو طريقه يسموها ماتريكس ميثود اللي هي شو تقول ماتريكس ميثود انه الفورس كل فورس يساوي ستيفنس في الديفورميشن P تساوي K في دلتا اوكي خلينا ناخذ ابسط اكزامبل اسهل اكزامبل اللي هو اكسيال ممبر ثراس ممبر يعني بين قوسين هو عدل بس هو يبين عندكم اعوج خدع نظر زين وعليه مثلا فورس كومبريشن P وهذا مساحته المقطع مالته A معامل المرونه E والطول مالته L أنا ما أعرف بالمقاومة مقاومة المواد لا تتذكرون شو يساوي العلاقة بين deformation والإذا أحسن جعفر دلتا PL مع
ميخالف اي وجعفر قال اول واحد. زين هسه خلينا نعيد الترتيب مع المعادله. ايش راح يصير عندك هنا؟ يلا على ابو الاي اي همتين. هذا الان شو نصيح له؟ استثنس او بالكلام يعني دائما حقا يعني ابو الطلاب لا تتخرج وتنسى التعريفات هذه اللي تبين ان انت فاهم المفاهيم. الان من يسالك واحد شنو الاستثنس؟ راح تقول له هو القوه اللازمه لاحداث تغير في طول هذا المنبر واحده واحده. كم مقدارها اذا ستراس منبر اي اي اوفر؟ واضح؟ لانه دلتا اسويها واحد شو تصير القوه؟ اي اي اوفر او مساحه في معامل مرونه على الطول مال هذا المنبر. إذن هذه القوه اللازمه لاحداث شورتنينج او لينثنينج 1 ملم 1 متر الى اخره حسب طريقه قياس القوه. زين هسه هاي واضحه؟ هذا هسه شو نقول عليه؟ كم ديجري اوف فريدم هذا؟ كم حريه حركه؟ واحده بس اللي حركه باتجاه المنبر. احنا ايش قلنا النقطه بالفضاء بالنسبه لنا المباني مالتنا الحقيقيه؟ كم حريه؟ ستة. فتتحول هاي الكي الى ماتريكس. هاي الماتريكس ابعادها لكل نقطه هي مربعه 6 في 6. جيد. خلينا نروح للمثال مالتنا. هذا المثال مالتنا. اكو علامه استفهام هنا شباب. هاي مو هيلب. هاي معلومات عن الستركتشر مالتي. كم نود اكو بالستركتشر؟ أنا ما أدري تقرون واضح بالشاشة أو لا. 489 نود. بالنسبة لحسن ما يقرأ. أوكي 489. 489 نود كل واحدة بها 6 حريات حركة. معناها هسه المصفوفة إذا هذا هسه الستركتشر الصغيروني بدنا نحلله فكون البرنامج يحل مصفوفة. طبعا شنو يحل مصفوفة؟ راح يسوي انفيرشن وكذا على القواعد مال ماتريكس الجبرا اللي احنا شوية درسناها من زمان بصراحة وناسيها. يمكن اكثرنا زين هي ابعادها 6 في 489 ايش قد 2500 خلوا فيها 2500 تقريبا. واذا قاعد تلاحظون هذا شنو معناه؟ هذا معناه انه احنا البرنامج دا يقرا المعلومات كلها وين؟ بالنود. ليش؟ لان كل هاي حريات الحركه وين موجوده؟ بالنود. إذا كل معلوماتنا وين؟ بالنود. من يقول displacement بالنود، من يقول force بالنود، من يقول بس أكو طريقة هو بالبرنامج يحول المعلومات إلى element. منين؟ من النود للelement. تقول لك مثلاً القوة بالforce مثلاً بالmoment بهذا البيم يطلع هالقد، مثلاً moment بهذا السلاب يطلع هالقد. واضح؟ فالمعلومات كلها وين؟ بالنود. فشو كان سؤالك جعفر حتى أربط ويا سؤالك سألتني؟ يعني ليش من نسخنا ببل هو خلى المشعل بالضبط. فلهذا هو من راح يجي الان من ياخذ النود هي مشتركه ما بين الاليمنتس. صح احنا قلنا بالحالات العمليه هاي تمثل ريجيد جوينت يعني هاي معناها. بس بالنسبه له بالنسبه له انه هنا كل القوى الموجوده راح يجي يحسبها هنا او ديسبليسمنت وبالتالي يعكسها عليه من على الاليمنتس المربوطه بها. إذا ما مربوطة بها لهذا شوفوا سنتخذها قاعدة. إحنا هسه إذا معناها بما أن المعلومات كلها بالنود كل ما نودز أكثر كل ما شغلنا شنو؟ أدق. والعكس صحيح. بس شنو الضريبة؟ كل ما نودز أكثر كل ما ران تايم أطول. يعني أنا أتذكر سادة درسونا أشياء راحت يمكن يجوز راحت ما أعرف يعني تقريبا راحت إنه قالوا من تقول ران تايم قول فلوس. ليش؟ يعني اي ما هو بيرسونال كمبيوتر قبل مثل ما قلنا انت تروح وتحجز بالمين فريم او تحجز اورز في مكان كمبيوتر لاب مثلا او شيء وتحسب لك ساعات طبيت ساعه بالعشره طلعت ساعه ب 12 وانت مسوي لك ران واحد خلص تدفع فلوس مال ساعتين مثلا او مسوي لك اربع رنات فرن تايم هو شنو؟ فلوس. يعني يجوز هذا البارامتر ما اعرف الان اختلف يمكن ماكو كل واحد بيرسونال كمبيوتر وما يدفع فلوس. اوكي فلهذا الان احنا طبعا قلنا ان احنا لازم نكون سو كومبرومايز يعني موازنه ما بين انه الران تايم وما بين انه الران تايم حتى لو مو فلوس هو الوقت مهم بالنسبه لنا. انا من وقت اقل اصمم لي بنايتين بمكان البنايه الواحده
أربعة بمكان اثنين وهكذا. فلهذا راح أسوي حل وسط ما بين الران تايم وما بين فالنقاط، ما أخليها كلش مبالغ بها، وبنفس الوقت ما أخليها كلش قليلة بحيث أبقى أنا قلق من النتائج إنه ممكن تكون تقريبية أو لا. بعد سؤال نعم. أكون ثاني دكتور أقلل. نعم نعم يا دكتور. أكون ثاني قلل النوم يعني بالبرنامج أكون شيء. لا هو أنت إحنا سوينا النوم يعني شو نقصد؟ يعني في النهاية هسه لما طلعنا 489. ترجع المشي هو بمناسبة صفات ترى هو كل النود والهوسة من المشي. يعني هو قبل ما نسوي المشي تلقاه 12 16 نود كذا، بس اجى المشي مال البليت اليمنت هو اللي فانت بس اي البليت اليمنت تكبر تسوي كورس مش خشن يصيح له مش خشن تقلل النود، مش ناعم يزول النود. دكتور عندي فانا ربطتهم المشط زين اي البرنامج انطبع على سعره ما عندي مشكله. زين زين هذا راح يعتبره سقف واحد لو راح يعتبره سقف. هو هذا اي بصراحه هذا من بالحياه العمليه هذا الهدف من الربط، انه احنا بالحياه العمليه هو سقف واحد، وهذا السقف الواحد راح يتصرف بشكل كانه واحد وكونتينيوتي وكونيكتيف مومنت هنا. هذه اذا ما نربط هنا هذا الربط اللي اسويه ما راح يتحقق. هذا يقودنا سؤال. نعم خلي يقودنا. أنا إذا سقف عندي عندي عبارة عن أعمدة والسقف الماكسيمم مومنت راح يصير نص الفضاء. زين. بين العمود. لكن إذا سقف واحد الماكسيمم مومنت. ايه هو أنا عشان أسف صراحة راح أسوي هذا المثال حتى أراويكم الآن إنه المومنتس بالسلاب والكذا وبالبيم راح تختلف مو مثل ما طلعت لنا بالغرفه الواحده. راح يصير على السبورت راح نشوفه هسه راح نشوف طبعا زين ماكو خلاف بالحالتين. لا هو تبع هذا الستكشر انت من يكون عندك يعني كونتينوس خلينا نقول اكثر من بانل اكثر من سبان انت لازم تتوقع هاي القاعده ان النيجاتيف مومنت اكبر من البوزيتيف مومنت لازم. فلهذا انا اتمنى مثل ما قلنا باول محاضره انه انت عندك تولز للتكهن انه هاي النتائج معقوله منطقيه لو لا. يعني صار انا قلت هاي جمله بدي اقولها شيء ذبيتها ورحت انت كنت تلقطها هاي وتخزنها. النيجاتيف مومنت لازم اكبر من شنو؟ بوزيتيف مومنت. اخاف اليوم تروح وتلقى بالعكس تعرف انت عندك مشكله. مشكله هسه البرنامج يعني انا ما اقول والله يعني يا ريت يصير ايرور بالبرنامج والران ما يصير على ان يصير الران ويطلع لي شنو؟ ارقام خطا توديني بداهيه. مو يعني مو مبالغه اذا توديني بداهيه اذا خصوصا ديزاينر يعني مصمم راح اسوي خرائط وكذا اذا حان المصير راح ارتبط بينا. واحنا مثل ما قلنا ماكو شيء ما يشفع الواحد انه والله البرنامج لا اكو 50,000 برنامج مش معنى هذا البرنامج. هسه هذا اسوي بعد انا اوكي ابراهيم هسه سوف شيء اللي هو راح اجيكم اياه بامتحان اوكي هذا اعبر لكم الاسئله. يعني بصراحة أنا دائما بالامتحان مثلا أجيب بناء على شكل حرف آل مثلا أو تي أو كذا. هسا أنا شريد أريد مثلا هذا أوكي أكو عندي بعد بانل منه بانل أو أكثر مو صعب عادي عافية توب فيو أنا أخذ توب فيو زين وهالمرة بعد صف ثاني محترف فأخذ كل هنا عينهن هذا دفعة واحدة زين هذا إني خل أرجع إيزومتريك أرد أستخدمني بس المرة بيا محور زد بعد كيفكم اللي يقول ماينس اللي يقول موجب ما يهم ماينس طبعا ترى ماينس يشتغل هنا يعني مو تقول دايمنشن ماينس معناها المحور زين واثنين هم ما يخالف حتى يكون شكل حلو متناظر أوكي محلات شو إلا مو محلات بعد مثلاً تجي مات بالامتحان خصوصاً مثلاً دورة حاقد عليها مثلاً طابقين بس مو كلهم طابقين أسويها لو خلي على الامتحان هاي أسويها زين مثلاً خل أربعة من فوق مثلاً أريد هذني طابقين يعني قصدي عفو هذا الأل هو طابقين والبقية مو طابقين ممكن خو ممكن هم اعتقد يعني ان شاء الله مو صعب عليكم اجي اشرهن بهالشكل زين عندي شيء مفقود عفوا عندي عمودين شوف هذا اهميه الايزومتريك باع من فوق
العمود هناك جوا هاي النقطة ما بين عندي، بس يظهر أني الويندو بديت منه من وراء مو من قبله. أرجع مرة ثانية، يمكن راح تدخل البليتة من ذاك لأنه ما دخلتها زين، إلا كنا عبر النص مع البليتة على الطب. خل بقى وأتأكد شيء إذا أوكي كوبي اتجاه الواي كان طابق أربعة أربعة موجب أربعة. إيه أوكي موجب أربعة. ها هي طابق واحد كافي؟ لا. كافي خلي طابق جيد. صارت بناية يعني جامعات المعاتة شوية مو طبيعي، خلينا نقول بي شوية تفاصيل. أوكي هسه نجي مثلا مثلا صار بعدين انه شردون يضيفون، رادوا يضيفون هنا سلاب بس مثلث من حقهم يعني محلات مو قلنا سقيفة قلت له سقيفة المحلات زين. هسه ممكن هسه طبعا انا اقدر اربط بين، بس احنا مثل ما قلنا افضل شيء انت شنو كات سكشن لا تنسى حتى شنو تشتغل عندك ما تقلق ورا مالتك شو اسمه خاف تربطت بالجواب المدري منو تقعد ان رادوا هاي السقيفة فوق بالسطح. اذا انا اجي اخذ مقطع هذا شوف الان سب راحتي بقى بس شو اربط يعني مو قلق اربط منبر اد بيم هذا باح اخذنا اد بيم اد بيم واحد واحد اجي الان اربط بيم من ما كان بداية والنهاية لانه هو اد بيم ما بي كانتر كلوكوايز بس عندنا سقيفة هي مو سقيفة لازم نضيف المش. اذا اروح للمش هو هسه راح نشوف سلطان راح نكمل المثلث اصلا هو خيار واحد اكو نافذه ما طلعت كل مره تطلع لي تتذكرون تقول لي رباعيات لو ثلاثيات ماكو رباعيات ما ممكن لانه شنو لانه هو استشعر بهاي الفره مالتي كم منبر فريت عليه 3 منبرز هكذا اذا فريت خمسه او سته او بس اذا افر اربعه لاينز يخيرني يقول في رباعيات او ثلاثيات. نعم محمد تقدر يعني تسوي رباعيات؟ ما اقدر يعني شو مربع بعدين قسمه بعدين نمسح ولا صعب مير مير نفس هذا مخمس نفس الشيء يعني بس الشكل الرباعي اصلا يتقسم رباعيات بس الشكل مو رباعي اللي قلنا مثلث او مخمس او مسدس او الا مثلثات. اوكي اللي قال محمد جعفر احنا ممكن نسويه بس عمليه جدا مضنيه بصراحه وانت من توصل يم الباوندري هم كنت ترجع مثلثات فيكون يوزلس اللي بنيه انت وكذا زين. هسه خباوع هاي باوندري انا اول مره نشتغل بيها كانت قبل شويه اسهل ليش لانه الطول وضربه في اثنين وشي الان هاي الديفيجنز قاعد تشوفوها هاي الديفيجنز ايش دا يقول اول خط يعني بصراحه هنا شويه المشكله هماتين الاي والبي يعني كل شيء ماكو فلهذا كنت تتذكر شلون مشيت المثلث مشيت بس منين بديت منين من هو 12 من هو انا اعتبر هاي اي بديت فيه ولا حتى اي ماكو هنا يعني هذا هسه الخط هو اول خط جريته بس انا هيك جريت لو من الوتر بديت فلهذا بصراحه بالمثلثات كنت تنتبه انت شلون قاعد تشتغل فهذا انا اسف اقول لكم راح اسوي كانسل لأن حتى هذا الشكل هم ما فتهم لا بي حروف لا هاي هسه راح احفظ باو زين ايش قد كان 12 وذني 12 اوكي زين هذا قد اسوي طول ما طلع لي قلنا مشكلة طول ما طلع لي بالنافذة فاحسن شيء قبل ما ابلش خيسة دايمنشن 8.5 17 element اوكي في اثنين انقربت اوكي زين اذا راح اجي اخزن في دماغي 12 17 يعني اسف ماكو جزء تقولي غير طريقه يا ريت من منكم بس ماكو اي شيء يدل عليها حتى الاحداثيات هم ماتين المهم 12 17 تقطع بالترتيب تخربط الأول والثاني. أوكي. شلون نتأكد
نفس الطريقه اللي قلت يعني التور طبعا صار طويله هنا كلش بطيئه. فش اسوي؟ اجي ازوم واقول له طلع لي النود نمبرز. اذا شفت النود نمبرز ما متراكبه مع بعضها مناطق الالتقاء، كل ارقام صافيه نظيفه مناطق الالتقاء، هذا معناها شغلي شنو؟ انه انا في السليم. زين دكتور، هو كان 9.48 يعني مو بالضبط 17 يعني 8.5 طن 17. اي بس انا بصراحه بالنسبه لي هاي فرق ما تفرق يعني هالقد. انا مثلا اقول بنايه هاي وراي 20 طابق، فاقوم اقرب للاسفل للاقل يعني اليمنتس مثلا 8 وكسر اقل من نص اقول 8، بس هي مثلا بنايه صغيره وانا قريب النص اقول نص يعني. هذه ما بها قوانين قصدي. دكتور الوتر اخذ لي على كسر الراس المثلث اللي راح يصير قصدي يجي ويا ويا. احنا ملزمين ملزمين هنا 12 الطابقه، احنا هنا حتى الطابقه ملزمين هنا ماكو كيفي. انا قصدي جزء المثلث اللي جاي من الوتر وجزء المثلث اللي جاي من القاعده رؤوسهم. هو رتبهم بعد، شوف هو قسمهم بعد. يعني طبعا هو قسمهم يعني. شوف خلينا نجرب التصلات، راح نجرب غير شيء. اوكي خلينا نجرب غير شيء حتى شويه نتعلم على هذا النوع من الاليمنت اللي هو بوليجونال او اللي هو مثلثات. راح اتعمد انه شو اقول له 12 ب 12 حتى التاب هم ما يودي جوا يودي صفح. راح اقول له 6 كلش قليل بالنسبة له. نعم. إذا كربط أكو إشكال؟ ماكو إشكال. بس أكو إشكال وين؟ إذا هو يعني صح العبارة إنه إشكال وين؟ بالحساب. في بالدقة أحسنتم يا حسابات والدقة خلينا نقول كنتين رقم. يعني أنا من عندي إليمنت كبير أعتبر الدقة شنو؟ أقل. أوكي. يعني هسه هنا يعني هذا صراحه يسموه انحياز بالمش. شنو انحياز؟ يعني انا هسه منحاز للضلعين القائمين على حساب الوتر. شنو دليلي انه الوتر المش مالته خشن يمه والضلعين القائمين؟ اوكي هذا بصراحه خلي احكي لكم على قبل في الدراسه مالتنا مثلا. طبعا بالمناسبه اذا نحكي مثلا جدار، الآن جدار، هذا جدار، الجدار شنو بيه؟ فتحة مال انبوب مال مجاري. أوكي. أكو ظاهرة شي يسموها تركز الإجهاد، إنه الإجهاد يتركز وين؟ لهذا تشوفون يم البيبان يصير الكراك يم يعني فتحات بالسسمة. وهي شنو مصدرها بصراحة؟ إنه هذا إذا أكو عندي هنا إجهاد P هنا يم الفتحة شي يصير 3P إذا نرسم ستريس أو فورس دايجرام، يعني يضاعف 3 مرات يم الفتحة. فلهذا شو يقولون دائما؟ قوي الأوبنينج، ضيفوا تسليح إضافي، سوي جسر حولها، سوي كذا. ماشي إحنا مو هاي شغلتنا، شغلتنا على الانحياز مع الإليمنت. فشان يعلمونا؟ إحنا قلنا الرن تايم كذا ومدري شنو كله بفلوس ووقت وهاي. يقول هذا من سوي فاينايت إليمنت، سوي الإليمنت مالتك هيك. صح شراعية، بس هو يعني غير شكل اللي عند أقوله. الغرض باعوا الآن التقسيمات الأخرى، كل ما أقترب من الهول من المنطقة اللي هي بيها خضر وتركز الإجهاد وبيها قوة هواية هذا درسها بدقة يصير المش أنعم، وكل ما أبتعد يصير المش شنو؟ أخشى. هذا الانحياز مو خطأ دائما، يعني أرد أقوله الانحياز مراتها تهتم بمنطقة معينة، فعندك ران تايم مهم وتتقلل الإليمنتس، فتروح تنعم الإليمنت بالمنطقة اللي تريدها. خو مو أنت الآن تجي على مودها وتروح تنعم بالكل، قلنا تخسر ران تايم تخسر وقت إلى آخره. نعم نفس الكلام بالضبط. أي أوبنينج مربع عجز بعد أسوأ لين بها ركن، والله شوي يعني أحسن. زين واضحة الفكرة هسه؟ اي ما بين ها لا 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 مو هذا ماكو احد يمه اكرم، هذا ماكو احد يمه. لا انا قاعد ها طبعا لازم 12 قصدك 14 ونص او ما يلتقى فيطلع بالبوزيتيف ما يشيك وترجع تعيد.
لازم نفس العدد. يلا شوف انا هسه سويت خلى عيد حتى اسويها عدله. جيت حسبت الدم ايش قد لازم وحفظت بدماغي انه انا راح امشي 12 17 17 مو الا بس راح اسوي غير شيء راح امشي 17 12 12 بس كنا انا التسلسل اللي سويته شنو يبقى نفس التسلسل حافظه. صار واضح هسه يعني بصراحه ماشي يعني احنا هم مرات مثلا ما ندقق بعض التصاميم اقول له مثلا مصمم انطيني الملف مالتك مثلا مال ستاد برو مال صعب فجاه واضح اقول هذا والله مصمم زين والسلاب نفس السلاب ماكو داعي انحياز مثلا او شيء هاي المنتس مالته نظاميه عدلها كذا اوكي لحد الان زين. اذا هسه شنو تعلمنا شلون البنايه خلينا نرجع الجيومتري القديم قلنا منا نرجعها زين. هسه قلنا محلات سقيفه لازم اجى ابو البنايه قال لازم السقيفه بها شنو نص دائره هنا هاي شلونها هاي كارثه لازم نجيب نص دائره ماشي نرجع نباوع نشوف من نقول نص دائره هسه احنا نريد هنا مثلا هسه نص دائره يعني معناها قطرها ايش قد اول شيء يكون نقيس هذا 8.5 خلينا ناخذها على تعقيدها ولا هو مو 8.4 يعني ظهر رقم بيك ارقام هواي ورا الفارزه ايش راح نسوي؟ يعني سجينا شي حاله شو نسوي؟ خلينا نخليها انا فكرت قلت لو اربط هنا انا وانا سهل المهمه علي لو اخذ المعقده هذا المعقده ما احنا قاعد نطور خلينا نقول الى احترافيه زين وين انا قاعد اشتغل؟ فوق هم حتى ما اتي اروح اخذ سكشن كات سكشن قلنا سيلكت تو فيو اوكي راسا 3 كليكس تو كات سكشن ثم حصره بالويندو صار بهالشكل زين 8.5 اذا القطر 4.25 سوري نصف القطر 4.25 لان هو اعتقد نصف القطر اروح للمكتبه شو اختار هالمره فريم ممبر شو اختار سيركولر بي باي ريديوس صح زياد قلنا ريديوس 4.25 جد الزاوية نريد نص 108 بالضبط 108 الآن نص أخذ نص دائرة كم إليمنت هسه الآن إحنا قاعد نقسم المحيط فأنت كيفك بس أنا حتى أقول ويا الشغل مالتنا مرتب فانه احنا ايش قلنا كل نص متر اليمنت فاني محيط الدائره ايش قد 8.5 هيك افكر اسمعوا لي 2 باي احسن 8.5 في 3 اعتبر باي 3 24 وفي النص لما تقريبا 24 اوكي يعني نصها ايش قد 12 اعيد انا بدي اقسم المحيط فالمحيط هو شنو 2 باي ار او باي دي شو القصر باي دي هو اساسا ما كنت باي دي القدر بنسبه ثابته الباي راح اعتبرها 3 فيش انا يعني ويا نفسي اقول عليه من ما عندنا شي دقه مطلوبه كلش زين ما راح يجي نص متر مستحيل على هالارقام هاي ف 3 في 8 24 زين 24 في 2 لانه 2 ليش هم نص متر ايش يصير 48 أنا ماخذ نص محيط فش يصير 24 إذن وهسه راح يبين عندنا يعني حتى لو غلطنا هم راح نقدر نقيس أي إليمنت ونشوف ايش قد ممكن نعيد لحد الآن الأمور جيدة المشكلة وين؟ لا شلون راح نربط بالمعيار بالضبط هذا بالمكان شوف هسه راح نجرب ونشوف ايش يطلع لنا ميرج يس هالمرة بعد ما قلنا 0.0 رفرنس بوينت اكو نقطة رفرنس زين سحنا طبعا واحدة من اثنين لو راح اختار هاي الصفحة لو هاي الصفحة والله ما عندي لا على التعيين راح اخذ هاي وقول لهنا بركة الله I am lucky today اوكي زين اي عافية مو جيد يعني شوية اردتها في الشغلة صغيرة وهي الفرة حتى لو رجعت ربطت مثلا عفوا خلينا نخلص من هاي هنا خلينا نقول هنا مثلا رابطيها شيء يصير لا
بس هاي فرتها لا يمكن هاي اسهل انفرها هيك. شوف اذا ماكو قاعده بصراحه كان انا هم بعد هاي سنوات طويله اشتغل هم فاير اند ايرور اربط وين ما كان وكذا لازم ما عندي غير طريقه. ليش؟ لانه الاكسس دي شو الاكسس هاي تطابقها بصراحه شويه مزعج صعب. زين اذا هسه برايكم الاولى احسن من الثانيه مو؟ لانه الثانيه يعني هاي مثلها من هاي صار بالبدايه هنا اكون هاي اوكي لا 45 تطلعني ربع دائرة يعني بعدين شلون مثلا اي يعني نص دائرة حتى على مود كامل. زين اوكي اندو خطروح هاي الثانية هسه اجي افرها الزاوية شقد ناسي كلها 45 بس مع هذا هم اقدر اجرب مو دائما تجي 45 لا انت تجي بالشكل هم ارجع عنده اجرب الان تجي بهالشكل. وصراحه خليني اقول لكم من هسه هذا يمكن مستحيل يجي هنا فايش راح اسوي؟ اقربه واخير اليمنت هذا المنبر امسح اي وجراني اليمنت بنات افض القضيه هي طريقتي ما عندي غير لانه بصراحه الكيرف حتى تربطه والقبه هماتين بعد هسه اذا ما يردون قبه بالمحل بس لا يردون دخيلك ايش الجامع زين اذا هذا اني راح اعينها انسان دايس كنترول حتى شنو يعني لو كان ماوس جايب يلا اوكي ماشي خلصناها هذا اني شنو حتى اسوي له استنساخ مثل ما قلنا دوراني اللي هو شنو سيركولر ريبيت. خلينا نوخر النافذه هيك حتى نباوع شو بدنا نسوي نريد نفرها هيك حول يا محور هذا واي نعم اذا واي مضبوط كم نسخه ما أريد أن نسخة واحدة بس، أوكي؟ زين الزاوية شقد؟ هسه شكلها بالرسم 45 بس نجي بلس لو ماينس ترى ممكن تعرف منا مرة واحدة من الدورات قالوا منا هاي مبين ليش مكتوب باعوا ستارت ستيب 1 ستيب 2 فهذا جون دي فور كلوك لو أنتي كلوك وايز كاونتر كلوك وايز إذن كاونتر كلوك وايز هو الموجب نفس المبدا اللي هو الاوتوكاد كلوك وايز نفس الاوتوكاد اذا نعم اذا سهل حتى راسا ليش نقول ترايل اند ايرور سهل نشوف والله مضبوط النقطه شباب ذكرت النقطه قبل شويه هاي النقطه هنا المرتكز محور الدوران خلينا نشوف ايش يصير جريت ذاك ما دام بعده احمر لا تمسحوه خلاص بس ديليت شنو نخلص منه اوكي هسه اوكي عم نتأكد بنفس الأسلوب ويندو أزوم أدي شوف هنا شكو شوف هسا يجز يعني نظرك قوي تشوف كم نقطة إيه نص السلطان ما شاء الله عليه شافها بس إحنا شنو قلنا الطريقة نود نمبر خلي الرقم هو اللي يدليك ما أدري قاعد تشوفون أكو خاصة لو ما قاعد تشوفون أزوم بعد أكثر يكلفك هذا شوف طلع عندنا اصلا رقمين 1912 و1000 فشو تسوي بسيطه هذا هو اصلا مو كيرف هو اصلا احنا مكسري ماكو لاينز يعني قلنا ستيب وايز لينير واجي اد اليمنت هنا أنا. اصلا لا من شاف ولا من دري هسه راح نكبرها يرجع كانه كيرف يعني نطلع من التسجيل صفحه ورد نحكي احنا على الحكومه زين هنا بقى ممكن هذا هنا هاي الأيقونة ترجع الشكل المقطوع ايزومتريك هذه ترى هاي ما تفيدنا بهالحالة من زومنا هاي بعد ما ترجعنا فهاي اللي ترجعنا شوف هاي سلو اسويها اختفى وين راح سواء ان احنا قاطعين في مكان معين بس هذه ترجع هسه اوكي زين بس هو ما يريد يتشاف المحلات شراد هو يعني لازم شنو؟ إليمنتس رات سقيفة شو راح نسوي هذه؟ إليمنتس نقدر نسويها رباعيات؟ لا ليش؟ هذا قلنا احنا الشكل مو ربع مو أربع أضلاع بي كم ضلع جنبي؟ ما لانا لا ما لانا يا إبراهيم بس هذا بوليجونال متعدد الأضلاع خلينا نقول لا وضيف ذني من الناس 17 لا عد براحتك زين شوف شلون راح أسوي هسا هنا صح راح يشلع قلبك شوية ليش؟ راح اسوي واحد واحد يعني تقسيم واحد واحد كون احفظ لانه ماكو هناك من اروح للويندو هاي
ونحفظ عليه الإليمنتس. إذا أنا راح واحد 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 آخر ضلع شنو؟ اللي هو جت كم تقسيمة؟ 17. أو لا أبدي منا أول واحد 17 والبقية شنو؟ واحد واحد واحد. شوف شلون راح أسويها؟ راح أبدي فعلًا بال 17. طبعًا هنا شوية أريد تكون صبور مثل الخياط. شوف الخياط شلون ده يخيط؟ لا مو تدري إذا يعني خوش فلوس وراها ماكو هيك واحد يصير له. ولو مع الأسف يعني التصاميم دائما يعني حقها مغبون بالعراق يعني مع الأسف. عمل استشاري هو عمل مو كلش أن واحد يأخذ مستحقات التعب. أي مغبون هي التصاميم مغبون. أي طبعا شوف صار شفتوا عنه هواي حقول ليش إن إحنا كم ضلع سوينا كل كليك هو ضلع اتهمه بس إحنا حافظين أول واحد إشقد 17 والبقية على واحد واحد. أنا لسه متعود شو أسوي؟ أخلي أصبع على السهم وأصبع على الواحد. اللهم صل على محمد. شوف 11 سبعة بعد ما حجة اي لا مو قلت مع الحجة كان سرعتي 50 واحد بالدقيقة. لا هذا آخر واحد. نعم نعم سلطان هاي تقسيم والله هاي بعد هاي اللي قدرت أوصل له يعني إنه خلص كل كليك لازم تقسيمه يعني فإحنا كل كليك ها كلهن مثلاً تأخذ رقم ما مجرب يعني هالشي مثلاً قصدك أقول واحد شلون ما أدري بس تحديد يعني ما كوبي بيست مثلاً الشيء جرب سلطان يلا هسا أقول أوكي خلينا نشوف راح يطلع بالرسم يبين إكسلنت أنا هم دائما هيك أشكال بصراحة دائما أروح أشيك أشوف الكونتينيوتي مثل ما قلنا لين بطيء الربط أجي أزوم وطلع الأرقام نود نمبرز ما أتعاجز حتى شنو أطمئن إنه مكان الربط أنا زومت بيه هذا مكان الربط إيه هذا كل أرقام يمل بيه بالضبط أوكي قصدي إليمنت عدد نمبر مو مثل يعني مو لينكث إليمنت إليمنت واضح حسن شو ما كل يوم أسئلة لا جاي نكس والله أسئلتك كثير مفيدة بصراحة هذا يعني عجبني تسأل يعني قد أعبر أشياء بس شنو سوينا سقف وسوينا بي مثلث سلاب ودوارة بعدين خلينا له وشفنا محكومين إنه الماشي يصير مثلث خلينا بقينا نحدد يفيدنا شو نعرض النتائج وكذا يعني نعم واحد من الأشكال اللي راح أضيفها إذا عب إنه أول عمل يريد هذا والفتحة مع المصعب لا شوف أنت صراحة فتحات المصعب إلا من البداية عافية كساني أكرم البارحة قلت له هيك شيء ما راح تجي فت مثلا مصعد على بعد ايش قد من السقف اليمه كذا انت لي قدام شفتني بالهاي مال الاوتوكاد رسمت له مستطيل وعزلته حتى يجي فت بعدين احكم الاليمنت عليه مو بالعكس اسوي اليمنت وبعدين على اعتبار انه لازم الاشياء المهمه لازم احسن مثلا اقول لك انا اقول لك صار حسن لا انا اقول لك هاي شانتك وين اطبقها اطبقها مثلا مال التكييف يعني اكو مثلا مرات فتحه يعني مو مصعد هذا منور كبير المصعد يعني منور مصعد يعني كبار بس مثلا تقول لي فد ابو التكييف او ابراهيم مثلا شيري مثلا 60 سنتيم مثلا في 50 سنتيم فانا سمو جاي الا بيرفكت بيا مكان اجي اطير لي اليمنتين وسويت فتحه تكييف اوكي بس ان شاء الله نحكي بها ذكرني بها لاحقا انه نخلي حولها جسور ما نخلي جسور شلون ويا النتائج حتى نشوف شنو تأثيرها أوكي يعني خليها ببالك على يعني مسألة مهمة كل opening لها تفصيل شكل كل ما تكبر كل ما يكون نسوي لها فالتفصيل إنشائي معين هسه شباب أوكي خرجع المنشأ الأصلي مالتنا جيد إذن فد منشأ مو سهل يعني جدا صار لا بالامتحان من جدا المثلث لأنه معنا نفرش من بعض هنا زين قلنا قبة يريد قبة أبو يريد بقت على هاي ليش ما يريد؟ إيه مثلاً سوي مسجد فوق الطابق الأخير ممتاز
حلو. خلينا نقول اول شيء خلينا نفهم شنو المطلوب قبل ما نطب للبرنامج. ابو البنايه بما انه ينتمي للتراث انتماء حقيقي فش قال؟ قالنا هذا اللي صعد فوق الهيكل صعد فوق وفوقها يشيل قبه حتى ما نلعب ذن الاليمنتس ركبوا قبه بعد فد ليفل فوق على ارتفاع معين تختاروا بعدين زين. انت تسوي لازم اذا انا لازم اقطع الطابق الفوق بس لا اعمله اريدها ليش؟ يعني راح اول شيء راح اسوي امد الاعمده اللي فوق. اوكي اذا اتفقنا انه اني اجيب الكات سكشن واجي اقطع اوكي سوري اجي اقطع الفوق بس الاعمده اريدها ماشي ايزومتريك واضح اريدها شريد هاي الاعمده هي اللي راح اقعد عليها القبه كنترول ثاني مسوي دايس حتى شنو اشرها كلها سوى الكنترول زين القبة على ارتفاع ايش قد؟ يعني طابق تردوه؟ ها قلنا مصلى فوق ما حد يصلي حتى ما هي انا قصدي يعني من التزم بالارتفاع ممكن مثلا خلينا نقول على ارتفاع مثلا متر على ارتفاع متر يعني شيء حتى شنو؟ مثلا متر بس ديكور فايش راح نسوي باعه؟ مؤشرناهن نروح ستريتش ممبر اللي البارحة كان عليها إبراهيم مع أسف مكان خالي كان البارحة فنمد الممبرز هالمرة شنو through a distance هسه هنا أنا يعني ما أفهم مدوخ هاي start node لو end node يعني أنا هسه ما أعرف هي هاي راح أمدها لي فوق هي start node لو end فأسوي تجربة بصراحة trial and error فش أسوي مثلا أقول له ديت متر مو سعد أكرم واحد أقول له apply ما صار ناقص واحد او راحت بالعكس يمكن ناقص واحد لا عفوا لا مو الناقص والزائد يعني مختار ستارت نود يعني انا معناها هذه مختاريتها اذا لازم اختار اند نود خلي اشوف صار واضحه الفكره فانا هم عندي طريقه بصراحه اعتقد اكو يمكن نطلع الارقام مالت النودز اللي على حافتي البيم وشوف يا رقم اصغر عليه من شفت السنه راسا جربنا هاي ماكو بروح لهنيجه ماشي زين اذا هسه انتهت هاي المساله مديناها متر هسه نعم ما بدي من سو قصدك مو سو كان بده يطول صار فوق هسه نسوي دوبليكيت ممكن يروح ما ياثر يعني ما اعتقد ياثر غالي يعني براحتك زين هسه نجي الان القبة وين راح نقعدها هسه انا ما نقعدها الان اعمله بس على الجسور قاعدها اوكي فايش راح اسوي ما هسه شوفوا يعني اذا اجرب اقدر شو صعب مو هاي فايش اسوي عافيه قلنا الكات سكشن هو فتول اكتف بصراحه حتى شنو يمكنك انه انت تشتغل ما تربط بنقطه ما تريدها او طلع سوي هاي الاعمده الصغيره اوكي منا كل ما يفرق الان اجي ربطت هاي الجسور قلنا بالجسر ما يهم يعني كلوك وايز ماكو شيء قاعده بي اوكي سان شريط قبه تجي هنا شخه بعد ما دام مقطوع هذا قبل ما اخسر هذا الشكل خل اتذكر شنو هي القبه الان قطرها اسطوانيه قطرها كرويه قصدي قطرها سته احنا قلنا سته اوكي جيومتري وزارد دو بليت موديل سيرفيس بليت موديل اخذ ومن ثم هاي سفيريكال سيرفيس اوكي هاي هي القبه زين الدايمتر اوف سفير قطر الكره سته القاعده مالتها هم سته يعني بمناسبة ممكن ياخذ جزء من كره انا ما ادري راويتكم هاي الاشياء او ما راويتكم يعني شلون مثلا باعوا خلينا نجرب باعوا هسه اسف بالعكس لازم الكرة الآن 12 والقاعدة قطرها 6 شوفوا ايش يطلع لنا الشكل يمكن تقص وما عندك اكو فد شيء ممكن شو تسوي تقص من يعني من جهتين يطلع مثل التنور عشان مخروط ناقص تشوف هالشكل فهي اذا احنا نقول سطح كروي
بس هو ممكن حتى تسويه بهالشكل هذا بحيث حتى شنو تاخذ الشكل اللي تريده. اوكي زين، احنا سويت كره مثلا كامله حتى مرد نعقد الموضوع، فالقطر 6 والقاعده هم 6 يتطابقون 6 ب 6 زين. هذا اسمه سفيريكال كاب. اكو طبعا شنو سفيريكال سيرفيس وكو سفيريكال ريجن، يعني خليني هم اسوي ترايل اند ايرور. سفيريكال سيرفيس بعد ماكو قاعده وشي راح يصير اعتقد بس كره كامله. جيد، وخلينا نشوف الريجن شنو. الريجن ثلاثة ثن مفتوحات، هاي تعطينا اللي هي الشكل اللي قلت عليه مثل المخروط. زين، خلينا نقول الان الكره كلها 6 واحنا قصينا وصل 2، فكل رقمين المفروض واحد 4 هنا مثلا وواحد اصغر هنا 2. هنشوف ايش يطلع تجربه صح. بس انتبهوا هنا فد شيء، شوفوا الاليمنتس بس ما قاعد نعتني بالتقسيمات بصراحة. هسه نرجع نتعلم على التقسيمات. بس هسه شنو؟ إذا أكو 3 شيبس نقدر نطلعها من هذا من المكتبة. قبة كاملة، قبة بس جزء مو كرة كاملة، يعني جزء من كرة سقف يعني اللي هو طبق بس. وبعد شنو؟ لا أصلاً مخروط ناقص. هو شو اسمه مخروط ناقص لو غيره اسمه مخروط ناقص. أوكي. هسه نجي، هسه هي واضحة. هسه نجي الان احنا شو نريد؟ احنا نريد لا كره كامله. بالمناسبه هسه يعني اكو استعمالات الهاي الجواب، تتذكرون القبه اللي شفناها بالمزار مع السيد الشريف رضوان الله عليها؟ قلت لكم هي مقسومه قسمين، احسنتم. يعني هي الان القبه هسه الكامله الحقيقيه، شوفوا هذا هسه جزء وباعوا هذا الجزء. للتجربه لكم يعني، حتى لا واحد بعدين عجبه يطور مهاراته. شوفوا هسه هذا منين جبته لفوق؟ جبته من تحوير الكره. اعذروني شويه الرسم مو دقيق، لكن نقول هاي هسه نص كره، واقول شنو هاي النقطه تتحرك هالقد، ثم هذا الليفل من النقاط يجي هنا، ثم انا اصغر حركه. ممكن هاي بالاوتوكاد تسويها، ممكن ترسم عندك القبه مال المعمار تجي ترسم بطنها شنو نص دائرة. وبعدين نسوي عشان أسوي كم سنة سويت مشروع تخرج على هاي الشغلة يعني زين، ثم أجي أرسم خطوط وأقيس المسافات بالأوتوكاد وأسوي له موف جوينت منظر جانبي للقبة. كله كل ملف واحد لأن هذا الشغل هواية. بس يبقى هذا شنو؟ شو راح يطلع لي؟ طلع لي منا وفوق بعد شنو؟ منا وجوا. عفوا اوبجكت ثاني، او بصراحه سوى ملف ثالث. خلينا نقول اذا ملف الاصلي يعتبر ملف الاول، اروح اجيب القبه اللي هسه شفناها هذه وافرها واجي اقبقها من الاسفل يطلع الشكل. محمد قول الريديوس مال التوب خليها اعلى مو الريديوس مال التوب شبيه هاي بمقلوب يصير والله. هي ما مجرب. يلا اوكي خلينا نشوف. ها جربته صار؟ خلينا نشوف هسه. اذا 2 ب4 بكي بالمقلوب يشتغل. ماكو ماشي. اذا معناها بالميرور او بالكذا سهله عمليه. احنا ما دام تشتغل بملف ثاني، بس وين يبقى السؤال؟ شلون نربطهم؟ اللي هسه راح حسب يعني بصراحه هي ازعج شغله. شنو؟ شلون تربط هاي الاجزاء؟ وما اخفيكم سر، شو نسوي؟ احسن لا مو ترى ندور لانه كلش متعب. انا راح اسويكم ترى شو قلت يعني صعبه. الاحسن شغله شنو؟ انه انت تضيف نقطه اللي هي ما تقبل غلط وهي السنتر. هي مو بالاخير اكو دائره بالقاعده بالمخروط ما ادري اكو دائره. زين انت تضيف منبر اليمنت هيك مسحه بعدين، والسنتر هو واحد لكل الوصل يتركب مع بعضه. هذه أنا وصلت بعد هاي السنوات أسهل وأسرع طريقة، لا ترايل أند إيرور ولا ما أدري شنو، وراح أسويها هسه. أوكي؟ زين. إذا خلينا يعني هذا واضح هسه إنه فائدة المخروط إنه حتى يعطينا هذا الشكل. أوكي. سؤال كان جعفر سلطان. أنواع ثلاثة مخاصر أروى أنواع ثلاثة مثل القبة. عندنا سفيريكال كاب وهي قبة كاملة أو قبق كامل. وعندنا سفيريكال سيرفيس اللي هي جزء من قبه، وعندنا سفيريكال ريجن اللي هي قبه مقطوعه يعني قطعين خلينا نقول تعطينا بحيث شكل المخروط.
عفوا المفروض الناقص. هسه احنا شنو عندنا السفريكال كاب اللي هو نص دائره كامل، فايش راح يصير؟ نفس القطر، القطر الكامل 6 والبيس دايامتر 6. هسه بدون ما اعتني بالاليمنتس، هي هاي القبه مالتي. هسه اجي لا انا اريد اليمنتس، انا اقسمها مثل ما انا اريد، كون متر مثل ما تعلمنا وكذا الدقه. شوفوا عندنا اثنين لاتيتيود لونجيتيود، يعني عندنا اللي هو ميريديان يسموه، يعني اكو اللي هو ميريديان وهو، ما ادري سامعين بهذا الشيء او ما سامعين بها. يعني هسه راح ابين لكم، هذه الان القبه اللي هي نصف كره، اكو هاي خطوط مو تمام، واكو هاي خطوط. بس احنا طول وعرض بصراحه، بس احنا نعرف هاي تسمياتها، هاي يسموها هوب يعني حيث الاجهاد والقوة كهوب، وهاي صح لها ميريديان، هاي الاسود ميريديان وهاي هوب. استاد بروسه شو يسميها؟ لونجيتيود ولاتيتيود. ممكن حتى ماكو داعي تحفظها، ليش؟ لانه راح باعشون تعرف الترايل اند ايرور. هسه اجي انا مثلا ناسي يا هولان لونجيتيود. هسه نجي احنا طبعا هسه خلينا نجي احنا قلنا العدد، احنا قلنا باي هي 3 زين، الان المحيط كامل ماخذي 6 في 3 18 في 2 36. اذا 36 اليمنت تشي افقيه هاي بالهوب بالقطر. من نجي نرسم بهالشكل نفس الشيء لو شيء يصير يعني شباب الخط الاخضر والخط الاسود خلينا نرجع عليها ها 72 اوكي خلي بس خلينا نرجع هسه هذا الخط الاخضر بس هنا راسمه هنا جوا الخط الاخضر كامل فشي يصير هذا دائره كامله الخط الاسود من اكمل رسمه شي يصير عافيه هذا ارد اقوله نص ذاك اذا واحد 36 وواحد قد 18 اخزن بالدماغ 36 و 18 اوكي خلينا نروح هسه نشوف شغلتنا اذا عندي لو هذا 36 وهذاك 18 لو بالعكس خلينا نشوف شو يصير شكلها بالمقلوب اذا لو هذا 18 وهذا 36 لو بالعكس اذا هذا اقرب للواقع لانه اقرب للمربعات يعني بصراحه انا هيك اشتغل يعني ما عندي ترى غير طريقه حتى صراحه اقول لي لونجيتيود نسيت يا هو على العرض يا هو الطول يمكن لونجيتيود من هذا الطول يمكن خطوط الطول خطوط الطول اللي هي هاي العموديه مو العرض لاتيتيود يعني ممكن شيء تعال هسه قلنا كلها مو مشكله او بنجيب ما حمرت نوديهم غير مكان يضيعون زين اوكي لكن شنو هسه نجي الرابط شلون اسف الرابط فرنس بوينت شوف هنا ما عندنا سنتر وهنا المشكله هنا هسه ما عندنا سنتر عندنا بس النقاط وين صايره على المحيط يلا على المحيط بصراحه مره جربت قلت خلي هنا انا اجي انا اقدر افر بالسهم هذا بهالشكل خلي اجي افر بحيث هاي المحاور تقوم تشبه هاي المحاور مره عدت تلقاني في الطريقه خلينا نشوفها جرب بكت تصير زاد هيك رايحه علي من شو اسمه رجعها هيك بهالشكل اوكي الزخه تقريبا تشبه لها اذا هذه هي الركن اللي منها زين خلينا نشوف يس نعطى سيف وقتها زين هنا غير شيء كانه اوكي فره هو وانا اروح لهاي بس قصدي يعني هنا شو هل نقدر نختار المشكله النقطه صار على محيط دائره فبصراحه كنت قبل اسوي ترى لو شفت القضيه صعبه لا بعدين اخر شيء وصلت لهي الطريقه انه اصلا قبه اسويها ملف واحد وارسم لها منبر وسنتر المنبر وارسم هنا دايجونال وجاء سنتر صح تبين بها التفاصيل بس بعدين تعود عليها تصير سريعه كلش اكرم اقول حتى نسوي هاي الطريقه
لا لا ابدا احنا لا مضبوط لا كله ستة مضبوط بس شنو ما قعدنا نزهق بالمقارنه مناسب اوكي زين اذا اندو هاي واحده وهي هذا بسيطه جدا هسه راح نسوي لنا ملف جديد نسميه دوم وهذا الدوم راح نتعمد شو نسوي نسوي لها منبر بالنص ممكن حتى هنا هذا من هيئه من هسه شوفوا اد منبر ضيف دياجونال هاي تتذكروها هذا الامر اللي اخذناه اللي هو انسرت نود احشر نود راح احشر نود وين ات ميد بوينت راسا ات ميد بوينت بالنص حشر لي نود بالنص هسه يجوز من بين النود ممكن اظهرها للتاكد نود بوينت يعني خاف من بينه فتح السادة الثاني فتح اوكي نيو بروجكت تقول انا دائما عندي بالبنايه هواي ملفات صغار يعني هسه واحدة اسمها مثلا منارة واحدة اسمها دوم واحدة اسمها نيك مال دوم حتى الرقبة حتى كذا مكوصل سوي وصل بس عاجز بعدين شنو حتى ربطهن يصير كلش سلس عليك اوكي هذه اذا شنو نسميها دوم اوكي نيكست ويزارد فينيش نسيت شو كان مضبوط يعني يعني ما ادري ايوه صحيح مضبوط طلع قطع الكهرباء ماشي ميرج بس عندك الستة ستة صادر أي بس أول واحدة شنو وثاني واحدة شنو أول واحدة شنو ها كان أكو الزوايا وكذا كلها مطفية لاحظتها لا 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 شو بتسوي هذا القبض أي عندك أول شيء القطر مع الجو والقطر مطفول صحيح أي تمام شنو هالستة أكو توب اكو لا اكو سفير دايمتر اللي هي الكره يعني اذا تماخذ جزء منها اللي هي الرئيسيه الكره ايش قد قطرها واكو لا دايمترز انت تريدهن حتى على مود تقطع اكو مثلا بيس دايمتر اسمها اكو توب دايمتر اكو بس اكو كلمه سفير دايمتر هاي تعني الكره الكبيره الرئيسيه شلون نقدر نعرف الكهرباء اجى اوكي راح يبين لنا بالضبط زين هسه عندكم أسئلة شيء لأن يجي الكهرباء المحيط أخذناه 36 هو 18 المحيط هاي إليمنتس عهد الإليمنتس أي فضربنا في 2 أبراهيم بعد حسن إحنا محتاجيك ما منها هاك السؤال أي تحبون نستمر بالتسجيل أو أسوي ستوب يعني خلال الأسئلة تفيدنا شو يعجبكم خليها أوكي حتى أسوي وين بالمش يعني البراميتر مال السلاف تعليم السلاف ناخذ السيف السلاف واحد واحد هسه اليوم صار شيء جديد انه نقدر نشتغل من الطول للطول مش واحد بس الابعاد تكون نظاميه يعني ما بيها كسور اي المنطقه بيها كسور نعزلها بعدين اي يعني بصراحه مو بس نظاميه يعني نظاميه اقصد يعني اعداد ديجيتس نقول على الصحيح عشان صحيح يعني 6 4 5 ماكو نص بوينت يعني نص او بوينت بس احنا ما نسين شيء يعني اوكي انا ما نسين شيء يعني يحتاج الا بعد البوينت 2 زين اي اوكي يعني عندي 10 سنتيم 15 سنتيم اقدر اصفيه اي شيء ممكن بس انت يعني بصراحه هاي تعبك القضيه راح اظهرها مقلق يعني انا هوايه اسئله اسئله مثلا يقول لك والله العمود زحف مثلا 5 سنتيم العمود مثلا زحف سنتيم كذا شنو التاثير شنو بصراحه هذه صعب تجاوب فالجواب قطعي مثلا خصوصا كنت في بدايه حياتك العمليه ليش لانه هذا الاحساس بالتولرنس يسموه السماحيه او وصفه الخطا اذا ما يجي من كالكوليشنز وشي يعني انت تعرف انت هذا العمود ده زحف انت قايل اللود يجي بالسنتر العمود زحف عن اللود اذا انت حاسب مثلا عزم قليل على العمود انه صار اللود مال البيم اكسنتريسيتي بي فمعناه صار اكو عزم فزود لك العزم زين هذا العزم ايش قد زاد ياثر على التسليح مالتك شغال الاولاني لو ما شغال قاعد تشوف القرار على من يعتمد فبصراحه من الصعوبه
أنا أقول لك يجوز سنتيم سنتيمين، هاي كلنا نتفق عليها ما تأثر، لكنه من شوية تزداد تصير 5 سنتيم تبدأ تزداد أكثر. لا بصراحة هذه يعني يردلها، يعني يردلها شيك مرتين ثلاثة مثلا من أشوف ما يأثر، بعدين مرة الرابعة الخامسة السادسة أقدر أقول مثلا مباشرة هنا مثلا ما يأثر. وهي واردة تصير. أنا واحدة من الأبنية يعني صراحة مخازن كربلة، ما أقول بها دائرة إن صار في خطأ وكذا صارت مشاكل زين. يعني هم ما أدري هسه هم بالتسقيط شنو كانوا مغمضين، ما أدري غير مهندس غير أو شيء، من إجا وصبه والسقف وصار البيم مرة جايب سنتر العمود، العمود الوراء البيم جايب طرف العمود، العمود الوراء الأعمدة هيك شيء طابة طالعة، فالمنظر غريب يعني. فهناك تدري من يوقع الفاسفورس لما قلت تعلق تصير مشاكل، وهذا يقول سوج هذا المقيم المصمم المدري من أول شيء هو الظاهر خطأ من التسقيط أصلا. أنا يعني واحد شفت الخطأ من التسقيط بس شو نسوي؟ هل أنا ما يردون أنا شغلتي ما أقول من السبب، شغلتي شنو؟ شو نسوي؟ شنو التأثير؟ يعني يستمرون واحد يقول نغلف البيم بحديد، واحد يقول شو نسوي، واحد يقول شو نسوي، فترجع أنت تجي تسوي تشيكينج تحلل هو شو؟ عشان نقول برنامج وتول مهمة، أنت راح تجي تخلي الأعمدة تخليك سنترسيتي ترجع تشوف تصميم الأعمدة، بس الحمد لله لقينا إنشائيا ماكو شيء، بس المشكلة الشكل يخرب ضحك. فشنو صار القرار؟ سقف ثانوي كله يتغطى بسقف ثانوي كله ينضم. أنا ما أقول ما أظن هذه مشكلة، يعني هو طلع أكو سنترسيتي وعزم والحديد الخالي يتحمل العزم، هاي معنى ماكو مشكلة. أنا أكو كالكوليشنز معناه. هذا واحد الواقع العمودين بنقسم مثلاً 65 عمود وطبعاً إشكال إنشائي. لا لا طبعاً لا كنت شكل العمود، جزء العمود هذا ما مصمم يتحمل عزم. وصار عنده عزم بدون ما محسوب حسابه. هاي الحالة قصدي المخازن يعني ما أكثر باعتبار أنه عددهم قليل. لا مو هذا، لأنه الانحراف كانوا خالين شيء هواية فاشتغل. مو لأنه إنه عدد الأعمدة قليل، لا لأنه شيء هواية. دكتور عفوا شغلنا اليوم مشروع. إيه. وكانت هي شركة أساسها هي عندها مواصفات خاصة بها. زين. يعني شركة نفطية كبيرة. وكان العمود 30 ب30. زين. بس الاستيراد. الكبر منه 10 ومنه 10 والاستيرة والحديد 10. زين. أنا رفضت. قلت لي الأساس إن أنا راح أتحدث بالاستير راح يصير الدي جي كل الشارع. لأن أنا أعتبر الكبر هو صفر. أعتبر التأثير. ما يشتغل إنشائيا صح. مجرد حماية صح. بس مجرد كبر. فقلت لهم هذا قالوا لا هاي تصاميم شركة ما صفر شركة. زدت لا عن هذا مقبول. بس هو ما يعني. هي عندي بين الاكسيال لود وبين الانحراف ما راح يصير كلش قليل وكلش دقيق بهالحاله. وانا اقول اذا قرارك مبني على الكالكوليشنز تكون انت مسيطر لان واثق من القرار اللي تقوله، او مثلا تجربه يعني مثلا كالكوليشنز شبيهه او كذا، من يكون العكس يكون صعب تكون القضيه بها تخوف. وحتى عشان قاعد نحكي بصراحه من ناحيه فنيه فقط مو من ناحيه اداريه، يعني ارجو ان يفهم من هذا الكلام انه اكو موضوع ثاني اسمه خصم السعر، اكو موضوع ثاني اسمه من المسؤول ومن يتحمل الفرق، هاي انا ما احكي عليها. يقول لي بلا زحمه الضوء شوفوا شو الكهرباء ما جاي اجت راحت اجت وراحت اجت اي حتى نعرف اي كان سؤالي مو انه من طريقه عفوا انه يعني المنصات على انشاء يقدمها انه في اعتراضات بالجسور عن الاعمال لا بدنا نعمل خلايا كانه اي احنا نتعلم في شيء اسمه اوفسيت هسه اي صرنا نتعلم لا والله بدنا 4.3 مثلا واشتغل ابعاد نظيفه داخل البرنامج اي ممكن شاي اودوكاد. شوف استاذ اكرم احنا بالتالي يعني احنا راح نرسم الخارطه الانشائيه على من على الخارطه المعماريه، فهو تبقى نفس ابعاد المعمار نظيفه تطلع نظيفه مو نظيفه بعد هو على قولتك هو يتحمل المسؤوليه. بس انت استاذ برو صحيح ممكن مثلا تجي تباوع مثلا باوعها 4.1 تسويها مثلا انت 4.2 بس تعتمد على الطريقه اللي قاعد تشتغل عليها. يعني انت قاعد تروح للمكتبه كلامك صح انه انت خوب المكتب ما تجي كلك سور تجمعهن وكذا تاخذ ارقام عدله، بس اذا احنا اتفقنا انه انت راح تروح تجيب خارطه من الاوتوكاد فكل ما حتجي هناك بالاوتوكاد عفوا برنامج تبدا تدني، ويعني عمليا راح تتعبك او كون هناك سبب اوتوكاد صراحه انا اشوفها ما تسوى التعب. اي يعني لغايه غرض واحد عندك حتى تسوي ماش للكل مو ذيك المساله، يعني هم يجوز ممكن ترهم اذا بنايه مثلا صغيره بحيث ما اعرف يعني
يعني أنا بصراحة كل أشياء إذا أقولها ترى هي يعني قسم كبير منها هو ذوق اليوزر ذوقي آني. يعني أنا أتذكر إذا تروحون تلقون طرق ثانية أو يعني ما أقول أسهل وأسرع. يعني أنت شوف مثلا أكو ناس تحب تستعمل الكيبورد أكثر من الماوس، أكو ناس بالعكس تحب. أنا ما أعرف الولد معماري كان كله بالكيبورد يشتغل حتى أتعجب، يعني أوامر كلها من بالرغم مش قد صعب الأوتوكاد بالكيبورد. هي سابقاً كان قبل الويندوز. عفواً هو كان كل بوم. يعتبره هو عن ماكو فشي يعني لذيذ بالنسبة إلى زين شلون الجير أوتوماتيك والعادي بالشكل هذا. فهم اليوزر طبيعته بصراحة هم يعني هذا يختلف هذا. أي. بعد ذاك سؤال نعم. خارج البرنامج. أتوقع أن التسليم على الأسس. زين. عادة التسليم الجو. لا لا ما ندري نقول عادة جوه، لأنه قصدك مو احنا بنقول جوه بالأسس نقصد يعني فوق، يعني هو جوه السبورت اللي هو عادة دائما انظر للأساس مقلوب السقف، فمعناها جوه معناها فوق بالسقف، معناها هذا مال نيجاتيف رينفورسمنت اللي هو يم السبورت، فانه دائما النيجاتيف مومنت اكبر من البوزيتيف، فغالبا انه او دائما خلينا نقول ايه. بس مع هذا بالنص بالعكس يصير ليه على مو التحدي بيصير بالاعلى يصير بالعمود عدد يصير حال فيه جوه صحيح جوه اي اي تمام. بس شو طبعا هسه خرابي اشوفها دائما تسيح فوق جوه مو دائما انا اقصد يعني جزء جزء مرات يسلمها استغرب عشان انت تتكلم عن رافت فاونديشن طبعا رافت فاونديشن هو راح يصير هذا كانه يشتغل 2 دي مثل السقف 2 واي سلاب يشتغل 2 واي فمن يشتغل 2 واي يعني معناها راح يصير عندك التشوه دائما تفكر بالتشوه التربه شو تسوي تدفع السلاب مال الاساس او الراف للاعلى زي ما يندفع للاعلى من اكو كولوم الكولوم شو راح يسوي مقعر الشكل جوه الكولوم بس ممكن يكون هذا كله شنو يعتمد عليه السبان السبان من يكون كبير كل ما يكبر السبان كل ما هاي الامور تتوضح بعد اكثر فالعزوب تطلع كبيره بس احنا يعني سمك الرافت جد نخلي سمك الرافت وين نسال هذا السؤال واحد يقول تربه مثلا بين الكاباسيتي هل قد خلي سمك الرافت وما له علاقه الا اللهم له علاقه كسطلمنت وكذا يقلل لا بس هو شنو سمك الرافت العلاقه بالسبان كثر الاعمده سمك الرافت شو يصير بيه يصغر سوي سبان 8 متر وتعرف هذا رافتكم كله وصله واحده راح يصير ومع هذا انا بصراحه ما اخلي الرافت مرات مثلا اشوف عندي سبان كبير وصفه وايد كلها صغار اجي اخلي اذا خصوصا ما عندي سرداب اخلي مثل الانفيرتد بيم يعني مقلوب بيم مقلوب يعني مثل التاي عارف مثل التاي بس وين بس هو من جزء من الرافت اذا هو عمود يعني مثل ها مجوع انا اقول هاي بالحذر راح يتعذبون او اجيب لك هوايه بصراحه خرائط اجنبيه جوا بس هاي اقول دائما هاي مشكله شلون راح يجون حتى يكون فلات من فوق وارضيه مع سرداب وشيء فاكو خيارات مختلفه انت حسب الوظيفه مثلا اذا عندك سرداب لا عندك كل يكون مثلا فلات وبهالشكل تفكر بغير خيارات اي زي يعني مساحه تفرج الضغط زين مساحة الفريكشن مع السبولة شلون هاي الطريقة هاي اللي تقصد برتين جوا من يندفع وتخلي مثل الشير وكي وكذا شيء لا هو نفس الرابط جوا الجزور البرتين يزيد مساحة الفريكشن مثل الفريكشن فاير نفس الشيء اي بس هذا هنا راح يصير قليل جدا ما اعتقد يعني بالفايل عندك تنزل 10 امبير اي هذا اي مساحه قليله اوكي خلي يمكن شوي نسوي بوز التسجيل حتى نشوف مرتاح نتحرك او ناخذ ريست يلا اوكي اذا هذا الملف الثاني اللي سويناه على شكل دوم مثل ما تشوفون هسه احنا وين كان ليش احنا سوينا ملف ثاني يعني ليش صرنا بهالحيره هذه لانه احنا الريفرنس بوينت طلعت لنا في اماكن صعب علينا انه نجي نحدد وين النقطه اللي كنت نلصق بها هذه هنا ايش راح نسوي هسه راح نضيف منبر شوفوا اد منبر ما عندنا سنتر مو واحنا نريد نسوي سنتر اصلا نريد نضيف منبر طبعا انت راح تباوع هسه تضيفه هنا ما تدري هذا هسه اجى على شكل قطر كامل لو فاحسن طريقه مثل ما قلنا شو نسوي نقيس او بما انه انا اسوي منبر واحد اقول الديسبلاي شوف ايش طلع لي الرقم 5.98 بينما هو وجد 6 اذا مو هذا المنبر ابقي انا ما مسح عاده واجي اسوي هنا واحد وديسبلاي اشوف 6 اذا الان رايده ياهو
هو هذا وليس الأول. هسه يسوي أنصف هذا أجي أسوي الأكتيفيشن ثم أقول له ضيف لي ميد بوينت بنصه. الآن صار بيه ميد بوينت صار السبي سنتر. الآن هسه من أباوع من فوق هذا المنبر شوفوا سنتر صار اثنين بالنص بالضبط جوا هاي. أوكي زين هاي انتهينا منها. الملف الأصلي هم سو أنا سوينا الملف الأصلي يمكن إيه هاي بدل موجودة. أوكي خلي عفوا بالضبط خلي أغلق هذا الملف هسه بعد ما أحتاجه. يس طيب بس لا سوي له رن ولا كل شيء بس الجيومتري وأجيبه لهنا هسه جيومتري رن ويزارد روح لي للمكتبة ومن ثم امبورت موديل جيب لي ستاد موديل. زين احنا وين خازني؟ احنا خازني بالتريننج اعتقد ديسكتوب ستاد تريننج دوم. يجي رسالة على مود الوحدات. اوكي هذا هو الملف اللي سويناه قبل شوية. ميرج زين بس اختار الريفرنس بوينت بعد انا اكيد راح اختار اخاف صايره جو كذا شوف شويه فره عادي تقدر حتى شنو هاي بين عندكم مو بالشاشه جيد. الان هذه الريفرنس بوينت ها لا سهل بالاسهم ما ادري بس بالماوس يعني بالاسهم صح شوفوا هاي بالاسهم تفرل. اوكي اوكي بعد هنا نفس السنتر هذا الآن أنا ضامن أنه راح تجي القبة بالضبط فوق هذا الشكل. زين خل أوخر النودز هاي الهوسة مالت النودز حتى أفهم شنو صار عندي وخليني أزوم أزوم على الشكل. نسوي زوم شنو تحب نفتح الضوء بشكل طبيعي يعني خاف ما تطلع واضحة. زين هذا هسه احنا عندنا منبر زايده مو شنو المنبر الزايده ذن الدايجونالز اللي هو هذا وهذا شوفوا انه ما متطابقات حتى لكن شنو لكنه سنترهم احنا جبناهم على مود شنو على مود السنتر سنتر مع الاثنين. يلا امسحهم اثنيناتهم جيد صارت القبه بالمكان المناسب. يبقى هنا سؤال مهم الان القبه وين قاعده بالنسبه للستركتشر على اربع نقاط نقاط تماس هاي النقطه هاي نقطة من بوينت مالت البيم. هسا هنا هل البيم فعلا شوفوا هسا خلاص اسوي تنصف نعم شوفوا كان وصله واحدة البيم تنصف بس مع هذا مثل ما قلنا الطريقة شلون نحن نشيك قلنا نزوم ونطلع الأرقام. شوف الآن زومت قريب طلع أرقام النود نود نمبر. الآن النود نمبر يقول لي شنو هاي نقطة رقمها 2085 هي نفس النقطة موجودة في البيمات منا ومنا وموجودة وين في البليت اللي زين كلها مضبوطة. إذن الربط هسه بين البيم والقبة مضبوط. وين المشكلة بعد عندنا النقص؟ النقص إنه طبعا هي القبة صح قاعدة على مثل ما قلنا على هذا الشكل ولكنه أكو مثلثات من الجوانب الأربعة قاعد تشوفوها هذه ما مربوطة هنا يعني أكو صبة أكو سقف فش نسوي مش شلون راح نسوي المش بعض. بس قبل ما نختار ان احنا راح نحتاج هذا الطول من هنا لهنا لا ما نقطع عافية هو ثلاثة اذا اوكي فش راح نسوي واحدة 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 واخر شيء ستة بستة اي اوكي نقدر نسوي هو أكيد راح نسوي لذاك المثلث اللي ورا أكيد ما يطلع لأنه بس أنا شوفوا ديت باللي قدامي هذا اللي قدامي طالع. الآن شوفه ده أسوي الآن مثل الخياط واحدة واحدة قاعدة خيط القبة ويا السقف الجواها ثم ذني أخير اثنين ستة إيش قلت لك أنا إيه أوكي يلا زين هذا شنو قلنا واحد السهم ويا شوف بما انه ما حد حكى زين صرت هسه اخر اذا وصلنا لاخير اثنين اذا سته
بستة. خليني هسه ابو مالك هم يشرح لهم استاذ جابر ابراهيم. خل اخلص هذا الامر. ستة مو على نص. ثلاثة في اثنين ستة. زين. وخليني هماتينا شو اسمه طلع لنا فد شكل جيد. هذا مثلا الشكل هنسوي رندر حتى كشخة. كشخة مو لا ولا ظلام. بس مثل ما تلاحظون بتصور استعداد أو دعم الثاني مثل ما تلاحظون هنا على هذا الشكل طبعاً فضحناه فعندنا هذا الستركشر وبيقب فوق هذا الشكل هذا وثم سوينا كانتيبر على شكل مدور ويمكن استاذ جابر لو اجابه في الضوء يطلع هذا الشكل بعد اوضح حتى نكمل ان شاء الله. اذا هذه هسه بالشكل القبه اكيد راح تقعد على ايضا اكو يعني جزء مثقف فمثل ما شفتوه هذا الجزء المثقف صار على شكل شنو؟ مثلث. نعم مثل ما قال استاذ ايسر هسه هذا ما نقدر نسويه لانه شنو مضموم بالشاشه. فنروح الى ذن يمكن اسهم لاول مره اعتقد يمكن نتعامل وياها باوع سووا روتيت وهاي شو يسموها الايد البان ما شو تصيحوا انتم بالاوتوكاد شو تجيبها دنيا اطلعها من قدامي هذا المثلث ثم ارجع اسويه. واضحه الفكره؟ يحتاج نسويها نخسر بها وقت ما يحتاج خليها تجيب الشكل من جهه واحده خلينا نقول زين خلينا نرجع ستراكشر الجديد هذا. طبعا احنا سوينا قسم من البروبرتيز وقسم ما سوينا من البروبرتيز هسه راح نجي راح تبين عندنا احنا هسه كله قاعد نتكلم ترى عن الجيومتري شلون نسوي اشكال مو قياسيه بالجيومتري مثل ما سوينا بيم على شكل كيرف بيم سلاب على شكل مثلث قبه جبناها لصقناها مثل ما شفتوا بهاي التقنيه انه نطلع سنتر وكذا بالسوالف هذه صح يعني خطوات اضافيه كنا نروح نسوي ملف وما اعرف ايش لكن انا يعني بتقديري هوايه اسهل يعني تجربتي السابقه من الترايل اند ايرور وضلت فور والدني وشي العمليه صعبه زين ايش عندنا بعد بالجيومتري خلينا نشوف اذا عندنا اشياء احنا تعلمنا شلون نضيف بين تعلمنا شلون نضيف حكينا عن الهول فتحه قصدك اي بس ما انه نضيف نحذف يعني مثلا اوكي ماشي بس نجي هنا هذا مثلا سطح جيد هسه اجي طبعا احنا قلنا خطر جدا هنا مثلا اكو فد اوبننج مال التكييف ذن الاليمنتات الثلاثه زين انا كنت بصراحه اجي اباوع هسه هم زين ظنت عينه وين بس فوق ما عين الجو بينما لو معينهن بويندو انا شلون تنسون سويتهن بالكليك الان شوف راح اعينهن بالويندو يطلع عن الجو بالضبط اصلا بصراحه بويندو الا من برا ويندو دائما بالبليت الا فراغ خلي راويكم الويندو شنو تاثيره فدير بالك مرات من تحذف لانك حاذف الاول والثاني فلهذا انا يعني افضل انه تاخذ سكشن وتشتغل بدون قلق حتى بدون انه تتخوف تنحذف اليمنتس انت مثلا رايدها لهذا هسه خلينا نسوي الاوبننج لا باس حتى بعدين نشوف بالنتائج شنو تاثيرها الان هذا الطابق اللي عندي بالفتحات مال التكييف وعندي هذه الاليمنتس الثلاثه ديليت اوكي صارت تساعدنا يعني هاي اعتقد نص متر زين نص متر في متر نص يفوت منها الدكت ابراهيم كلش اوكي شفت صغير اوكي جيد هسه الان اذا تعلمنا شلون نضيف بيم واحد واحد شلون نضيف بليت واحد واحد بالمناسبه هذه الايقونه هي ترى بيها اثنين وحتى ذني البقيه البيم هم ما تشوفها بيها اثنين بيها تضيف رباعي واحد واحد وبيها تضيف شنو مثلث واحد واحد وكذلك البيم بثلاث اربع خيارات هاي منها ممكن تفوت لها ممكن تفوت لها منين منا هي هاي صراحه المكان الاصلي اد بيم منها يمكن اسهل خلينا نشوف شنو اللي احنا ما اخذنا ما اعرف ليش تصير رجفه دعتكم هم ترجف الصورة؟ زين then geometry add beam add beam from point to point هاي قاعد نسويها كل مرة هنشوف بعد شكو عندنا add beam between ها هنا
يضيف بيم بين منتصف الممبرز. مثال هذا مثلا هنا عندي حائط أريد أقطعه برباط سنة وما يحتاج قطع، بس لو كان مثلا حائط ارتفاعه 6 أمتار 7 أمتار 8 أمتار لازم يكون رباط بنصه. شلون راح أسوي الرباط؟ جيومتري أد بيم هذا between midpoints، أجي مجرد أجر خط بين two members راح يربط الميد بالميد ميد بالميد. أوكي زين هذا أمر. أد بيم أخير شيء اللي إحنا سويناه يمكن ما أدري ما سويناه، يضيف عمود سويناه يمكن بارحة إنه يضيف عمود من نقطة إلى أي شلون هذا السناب قلنا بالأوتوكاد يضيف من نقطة عمود على خط واحد هذا البارحة سويناه. زين خليني أرجع بهذا السماع احتاج الرباط جيد. وبعد شنو عندنا هذه هسه إضافة البيم. أكو سيضيف سيرفيس وأكو يضيف بلوك إليمنت وهذا إحنا أخذناه، وأكو هذا بصراحة ما مستعمله مال الجريد سناب جريد ما أعرف إيش هاي ما أعرف شو تسوي. كذلك هذه مهم ما مستعملها، كذلك هذه هم ما مستعملها لأني راح أعبرهن لأن ما عندي تجربة بهن. زين خلينا هسه إذا نقول هذا الجيومتري هسه كمل، وإذا ذكرنا شيء راح نرجع عليه مرة ثانية حتى يكمل هذا الملف عندنا نكمل نشوف إيش يطلع لنا بالله من النتائج. خروح للبروبرتي وراح أسوي بعض الأشياء بالبروبرتي اللي هي عليكم جديدة. بالبروبرتي إيش تعلمنا؟ تعلمنا إنه إحنا شلون نعرف البيم والكولوم والسلاب. أوكي بشكل هسه هنا صار عندنا صحيح بيم وكولوم بس عندنا سلاب ودوم هم عندنا قبة اللي هن مو نفس الثيكنس ممكن يكون، او حكينا سابقا قلنا ممكن يكون حتى مو نفس الماتيريال تتذكرون. معناها هذا ما نقدر نخلي القبة هنا لازم نخليها كلود يجوز نحسبها حجمها حجم الكرة وكذا كوزن. نعم حسبنا وقتها المرض مع المي ما ضفنا على الديفاين مع الممبرز. احنا ما ضفنا هو ضمن سكشن البيم وهم يعتبر مقطع عن ارتفاع بيهم بيعرض. لا هو لين اي بالضبط لان حديد البيم ما طاب بي، يعني لو الاتريه مالت البيم شوفوا هذا الفيصل بصراحه اذا الاتريه مالت البيم استرب الطب بالمرض يعني المرض يشتغل هم بيم وهم هذه هم وارده جدا يعني بمرقد الحر رضوان الله عليه كان البيم أنقى متر سقلنا عليه من كلنا نزل جوا صعدنا فوق 30-40 سنتي وجوا نزلنا وصار كأنه هم رد وهم بيم اعتبرنا الثوب حالة حال نشتاقه بس يطوي لأنه سمكة أصغر من البيم فما طب بالأترية هذا ما شغلناه يعني إحنا ليه قدر ما شغلنا إحنا ممكن نشغله ويشتغل هم رد وهم بيم بس هو الدافع ما تبيم صغير يعني خيار لك تبقى. احنا خل اقول في شيء ثاني هماتين احنا مرات عندنا احنا محتاجين احنا من نقول بيمز بالطابق نادرا ما نخلي البيمز مختلف الدبث مالتها بنفس الطابق. ليش؟ هذا حتى الصبون الاعمده يعرفون راح يوقفون نفس الليفل من تجي الصبه مع القالب السقف والجسور تجي بنفس الليفل. انت من تسوي بيم اكثر من دبث يعني راح تغلطهم ما حي على الصور راح يغلطون وراح كذا هذا العمود يضرب هنا وذاك يصعد وهذا ينزل. ثم خصوصا من عندك بناية متعددة الطوابق والطوابق متكررة يعني تفترض ان القالب يخلص منها الطابق وين صعده بالطابق الفوق نفسه مو يجيبون غير قالب يضيفون على القالب يغيرون القالب والتهنا طار 5 سنتيم وهنا ضايع 5 سنتيم يصير اشتباه يصير كذا اها زين هاي تنقول هالمرض المرض وين صاير بيابي عفوا بس اكمل الرباط ها فانت صعدت من الناس سويت المرض شغلته ما شنو فالبيم صعد زين والداخليات ما صعد قاعد تشوف فهي المساله دي. نعم اي طبعا الشكل اللوجيك بصراحه انا واحد من الاشياء اللي دائما اسال بيها من اكون اشتغل ويا مدققين انا اكبر من عندي انه انت مو يعني يكون مو اقتصادي تغير كل طابق ابعاد العمله يكون مو اقتصادي كل ولا اثنين لا ثلاثه اربعه هيك شيء اي وتغير اي كل اقتصادي بس القالب حتى الشغله اكثر من طابق ويكون اقتصادي الشغل يوم الكهرباء مشكلة والله. نعم فإذا هسه
حلوة تجربة سواها هسه محمد جعفر، انه ممكن طريقة اسرع بصراحة بدون ما نسوي ملف ثاني، ممكن نجي نسوي قبة بنفس الطريقة وايضا تلصق بالسنتر. انا راح اسويها قبل ما اروح هسه، تروح على البروبرتي شوية اتوسع، بس هذه كان تسوى انه واحد هاي المسألة يتعلمها. وانا قلت من اول يوم بالدورة انه انا من كل دورة اتعلم، انا المحاضر اتعلم شيء جديد، وفعلا منكم ما شاء الله مجموعة ممتازة تعلمت هواي اشياء، وهذه واحدة من هاي الاشياء اللي هي الان راح امسح القبة اللي سويتها على مسؤوليتك. شو ما ترددت زين اوكي راح امسح ويا هذا من المثلث السطح اللي سويناه، ماكو مشكلة. جيد زين، خلنا نجي ناخذ سكشن مثل ما قلنا حتى نجي نتعامل مع الليفل هذا اللي بالقبه اللي هي موضوع قلنا للجماليه او شيء مو سقف. اكو شيء طبعا صار مرت علي الحاله في جامع الجواهري، اذا تعرفون جامع الجواهري او شندلو، هذا القبه فوق بس شكل ترمز الى قبر العالم الجواهري الله يرحمه. يعني هم سووا طابق وتحت الارض ومدرسه دينيه سووا كذا وجامع او مكتبه ما ادري ايش، بس القبر مال العالم صاير بركن المبنى، مبنى اعتقد على شكل مستطيل او شو شو الله صغيروني، فصاير بالضبط بركن المبنى. هذا القبه بالضبط يعني مجرد شكل مو سقف، يعني خلينا نقول جوا كذا حتى ترمز الى القبر، يعني خلينا نقول الموجود على اي حال، قصدي هذا الكيس موجود يعني ممكن يكون براكتيكلي. زين احنا شو نريد؟ ممكن دياجونال، بس احنا عندنا حتى هم نصفه ماكو مشكله. احنا المهم نريد نطلع سنتر، فنضيف منبر ومن ثم ننصف هذا المنبر الجديد حتى نطلع له سنتر. الان صار بي سنتر، متاكد؟ نعم صار بي سنتر. نروح نجيب القبه هذه، هذا حق الفائده انه احنا حتى ما نسوي ملف مستقل، مو هيك محمد؟ هذه طبعا فائده ايضا مو قليله، انه احنا ما نطلع ونسوي ملف مستقل. زين هذه هي سيرفيس اللي هي 6 متر، وتتذكرون من الارقام 18 لو 36 18 لو 36. جيد ابلاي، جت القبه. اذا هسه راح نستغني عن وضع سنتر لها، لان راح نستفيد من هاي النقطه الفوق، هي هاي الفكره، فكره حلوه بصراحه. فانه ميرج يس اوكي، هسه هنا نسوي نغير وبعدين ريفرنس اوكي. هسه ناخذ التوب، ممكن طبعا حتى اسهل لنا شو نسوي، تجي نفرها بهالشكل ونسويها السنتر، بس شنو اللي هو اعلى القبه. اذا ما بين عندنا ممكن هسه هم نحركها، هذا موجود فوق اعلى القبه. هنا هسه الفكره ارجو ان ننتبه، هذا وين راح يصير؟ تصير هنا بالسنتر. من نختار السنتر باوع الواي، هو ايش مختار الواي ديفولت، وين راح يجيبها؟ يلزقها جوا السقف. انا شرد هسه اقول له صح ديالي فوق، يعني نص القطر، نصف القطر ف 13 اوكي. هاي الفكره بصراحه فكره جميله جدا، انه احنا راسا بعد بدون ما نسوي ملف ثاني وكذا بالشكل هذا، حتى يفيدنا للاسطح الاخرى للرقبه مالت القبه الاسطوانه كذا، انه احنا نجي لا ما نقدر، لازم اكو سنتر، سايبها بيها سنتر صح صح اوكي واضح. هذه اذا هنا نضيفها، وانا ضفتها ايضا في خزانه افكاري، انه هاي طريقه سريعه لاضافه القباب. نجي هسه نرجع، احنا قاعد نحكي عن البروبرتيز. اذا قلنا عندنا البيمز، هذه انا مسوي البيمز والكولومز كلها شنو نفس الشيء نفس القياس. بعد عندي اكو ما معينات، عندي واحد زايد هذا اللي هو سويناه على مود القبه، خلينا نوخر هذا ماله وجود. جيد الان اجي اعين الكل اساين، راح اسوي نفس الابعاد، عندي فد غرض بس راح اقول لكم عليه. ماشي ايش عندي بعد؟ عندي ثيكنس السلاب، طوابق متشابهة، إذن ما تحتاج أن أخلي السمك مالتها مختلف، لكن أريد القبة سمكها مختلف.
إذن هذه الطوابق كلها. خليني شوية أخلي الشاشة بشكل مريح زين. وهذه هنا أنا هسا لا ما جاء جزء من القبة. هذه بهالشكل الويندو هاي زمترك حتى نشوف شنو عندنا. نعم ما عدا القبة إذن كلها نفس السمك. جيد. ثيكنس جديد للقبة قلنا ممكن تكون أصغر 0.15. أجي الـ other side view وأعين الـ elements مالت القبة وأنطيها سمك 0.15 سويته زين. أوكي إذا صارت عندي هاي الـ 3 properties هذه وهذه وهذه. مثل ما قلنا ايضا نذكركم ممكن هذه الازدحام مالت الارقام R1 و R2 ممكن نتخلص منه. نروح هذا always use current label settings فرح يكون هنا بسهولة بصراحة نشوف شنو اللي صار عندنا. زين خلينا نبدي شوية نطلع عن الخط. شو نطلع عن الخط؟ خلي نبلوع الأعمدة شلون ترتيبها. هذا منظر من الأعلى. راح اروح الى labels structure اختار section outline. اوكي ليش اخترت section outline؟ باعوا الاعمده هسه انتم ما تشوفوها لان بعيده راح ازوم شويه. شوفوا هذا العمود البركن وين العمود هذا يعني اتجاه ال 25 سنتيم وين صاير هذا واتجاه ال 50 وين صاير هالشكل. فرضا انت ردت تفره بالعكس هاي خوة جدا واردة العمود إذا مربع مدور هاي ما عندنا بي إشكال بس العمود المستطيل كل شيء هو يرد عليكم بالحياة العملية إن العمود تفر منه فأنت أكيد بنتفر العمود تفر باتجاه العزم الأكبر أو بعبارة أخرى من القوسين باتجاه السبان الأكبر. واضح؟ بس عمود واحد لا أسرح شو راح نفذ بالبرنامج بعدني أسرح أقول ممكن تأشر واحد واحد ممكن تأشرين كلهم كيفك يعني نفس الشيء بس راح أقول سشلون بس أنا أستدحكي محمد كهندسيا هسه إحنا قلنا أسر هند برنامج راح نقول أشي الأمر وانتهى بس إحنا بالواقع العملي ليش نفرد العمود أوكي يعني اسمحوا لي أحكي بهاي الأشياء اللي هي مهمة جدا. شوفوا هذا العمود الآن خلي أرجع شوية إلى الخلف. هذا العمود اللي هنا بي سبان منا وسبان منا بس بي سبان واحد منا مثلا او هذا جزء مو كلش خوش مثال هذا العمود بي سبان منا وسبان منا هذا هسه احسن شيء يكون اتجاه الطويل منا لو اتجاه الطويل منا انشائيا يعني لا مو الاسهل حتى شلون نقول العزوم على العمود وين مقدارها اكبر وين مقدارها اقل أحسن أبراهيم. ليش؟ لأنه هذا من ناس بان ومن ناس بان العزوم واحد يلغي الله فالعمود كل شيء ما يجي صفر جزء العزم عليه بس من يكون العمود دائما من طرف واحد الجسر هذا معناها عليه عزم كبير. لهذا يمكن خلي أخذ هذا أحسن example. هذا العمود أرد أفره بحيث يكون منه أوكي خليني أزوم عليه حتى بينكم شو راح أسوي هاي العملية. هذا وهذا مثلا نفس الشيء خل اخذ واحد زين. شنو هي الخطوات؟ الخطوات كما ياتي. اروح بيتا انجل زين. بيتا انجل هي زاويه دوران العمود. بس انا بالبروبرتي كتب سكشن بس اروح بيتا انجل راح افرج قد العمود 90 عفوا كرييت بيتا انجل angle and degree 90 درجة. اوكي 90 ناخذ 90 ما يفرق زين. اسوي activation اشرته باللون الازرق هاي الخطوة الاولى او الثانية بعد ما دخلت المعلومة. الخطوة الاخرى اجي اعين العمود. شفتوا الويندوز صغيرة انا سويتها حتى ما عين البيم شو عين العمود ما بين عندكم صارت نقطة حمراء نقطة إيه هي كأنه نود هي مو نود هو منبر يعني خلينا نقول عمودي على الصفحة. هسا أساين وشوفوا إيش راح يصير. ركزوا على الشكل بين عندكم مو
افتر. هي هاي الطريقة. أنا أدور العمود باتجاه مختلف. شنو الغرض مثل ما قلنا بالحياة العملية؟ مثلا مقاومة العزوم حتى تزداد. احنا اتفقنا مربوط بالسن. ايه بالسن. هاي مقبولة. يعني هاي الكود اصلا هو ما عنده مش. انا اعلقكم على الاوفسيت بس بصراحة ما بفائدة يعني الاوفسيت. ليش؟ لانه احنا اصلا هو الكود يقول اربط بالسنافر. بالضبط. اي لا ما يحتاج. واضح هسه الفكرة؟ هاي واحدة من الاوامر ايضا مهمة. انه لا ما تدفرها. تفرها بالاتجاه اللي هندسي انت تحتاجه. برنامج. آه شباب اوكي زين. هاي انتهينا منها. هاي واحده من الاشياء. شنو اللي فادنا بصراحه؟ شفتوا فادنا السكشن اوت لاين. تتذكرون مره قلت لكم انه بالليبلز اكو بالستراكشر فول سكشن. شوف العمود مبين نفس الوضوح ما قبل شويه ما مبين ينطوخ. فممكن الريندرد فيو هذا او الفول سكشن يفيدنا. شنو يفيدنا؟ انه كشكل البنايه شلون كانوا 3D منظر 3D خلينا نقول. ممكن ايضا نقول له فول بليت. ممكن هسه نفس الشيء نضيف له نقول له ستراكشر فول بليت. البليت ما تنسوي لها فولينج يعني بسيط. هذا السبع هنا واحد راح يقول هاي شنو شو مثل مقطومه هاي اخطاء مع الرسم يعني ما يعني هو مضبوط بس هو بالرسم يعني ما كل ريزوليوشن خلينا نقول تطلع الشاش شغلات الشاش كان اوكي. ممكن هيك بعضهم لا يقول مثلا اكو اصلا رندر فيو بالبرنامج هذا هذا الهرم على شكل هرم اللي هو شنو اسمه 3D رندر فيو هذا اللي قبل شويه طلعناه تتذكرون هذا رندر فيو. يعني ابراهيم مثلا يدرب الاجتماعات مثلا احنا مال بعض المشاريع هسه قاعد نشتغلها انت مثلا قاعد ويا رب العمل شيء يتراوي البنايه خطوط ما يفتهم شيء من هذا يتراوي اي انه شلون هذا البنايه شلون شكلها كستراكشر. حتى بصراحة شفت بعض المواقع اللي اشتغلت وياهم أصلا أخذوا هذا الرسم مثلا سووه وعلقوه شي صورة وشي لأنه حتى من يصبون من كذا عرفون وقسموه على مراحل. أنا أخذوا مثلا هاي الأرضي كان المرحلة الأولى عادي حتى قصة صورة يعني عادي ماكو مشكلة قصة صورة سوي يعني برينت سكرين أكثر من طريقة. بس هو إحنا مثل ما تذكرون بحر المحاضرات السابقة قلنا إنه مهم جدا أن يطلع الرسم تطمئن انه انت احنا كل همك من اول البرنامج داخل برنامج محاكاة الواقع. الان انت مطمئن هو المعماري رايد هيتشي هو طالع لك هاي نفس الشيء. اكو هناك بيم مائل اكو كيرف اكو مدري شنو تفر الشكل السابق بالطريقة تعجبك مين تنظر له. احنا انت مسيطر تشوف البناية مثل ما تحب او ممكن مناظير رأسا طبعا هذا perspective view. يعني ممكن طبعا هنا هسه رايت كليك مو بيرسبكتيف تسوي فيو عادي يعني كايزومتريك هذا لك عشان بيرسبكتيف زين او مثلا يعني تسوي انارة ليلي نهاري. انا هسه اشياء يجوز تبين وكلش ضرورية على اي حال هذه مفيدة بصراحة مرات حتى نبين او مثل ما قلنا هنا فيلينج الستركتشر. احنا بصراحة هذا الفيلينج والش اسمه تفيدنا اخاف بروبرتي. شفتوا قبل شوية قلتوا هذا المنبر جوا القبة على خط معنا احنا نبين ناسين البروبرتي مال مثلا هذا البيم او اوكي. راح نروح ليبلز مره ثانيه ستراكشر نختار نون وفول بليت هماتين نون. طبعا اكو ايضا هايد بليت هايد ستراكشر. يعني خلينا نشوف ارايكم الهايد بليت وين كان ما استعملاني قليل تجي تركز بس على المنبر. البليت خافصه الخطوط مال البليت تخفي خفيت كل البليت ايش بقى عندك بس المنبر. يعني اذا تحتاج شيء ما اعرف ما مال علي بصراحه الا ما ندر يعني. اوكي نعم بالنسبه للدوم اي الحافه مالتها الدائريه الجوه زين تحتاج منبر وياها يختار لو بس مثلا النقاط الاربعه المضبوطه اللي كافيه تقعد عليها. سؤال مهم انه احنا الدوم مرت لها رينج بيم رينج بيم لو مرت لها رينج بيم الجواب يعتمد انه هي قاعده على رقبه. اذا اكو رقبه جواها والرقبه كونكريتيه مثلا هذا احسن رنج بيم. اما لا مثلا قاعد على رقبه والرقبه من طابوق اوكي والطابوق هم يراد له فاكو لازم رنج بيم.
بس ما شو نسوي؟ هو الرقبة الكونكريتية نعتبرها هي رينجرين، بس إذا ماكو لا طبعاً لازم. بالحالة الدكتور يحتاج. بالحالة مثلاً يحتاج. فشو نسوي رينجرين؟ أنا أسألكم. تصرفوا ثلاث أربع خبراء. محمد. عافية. بيم. إليمنت إليمنت. آد بيم ضل نضيف شيء داير ما يدور يصير. ما نختار بس يعني. وبعدين نختار بروبرتي وكذا وديفاين طبعاً. يعني شوي تبدو العملية، احنا ذكرنا سابقا انه هو هذا من تشوف الجيومتري بها هاي السوالف تعرف انه البناية شوي بيشلع قلب تاخذ منك وقت وشي. نعم. هي اصلا السيركل تكون سوالها عندي. لانه ستيب بين ما سوى ماكو لا وين؟ ديتش لا هي ماكو. يحكي على هاي. لا لا يحكي على هاي سابقا. يعني احنا هذه الان لازم اكو رينج بيم حولها اي بشكل. هو الثاني الجريد الثاني قام حوله اول اول جريد اول واحد نحدده بنحاول نعمل سايد فيو ونحدد بس اول واحد ونقدر يتحول بيم يعني مثلا هذا الاخضر يتحول اسود هلا شلون خلينا نشوف بالله خلينا ناخذ سكشن نشوف شنو شو تقول شو ما الصور يصير طبعا راح اخليه في الاليمنت واحد نقول واحد شيء اوكي هسه اشوف وخله زوم اوكي يعني هذا شوف هذا بليت اليمنت ماكو لازم شو تسوي لازم هيك شيء تمشي واحد واحد الان تكمل الرينج اخوان نطلع بس النودات الموجوده نقول كونكت بينز الون مدوره الون شنو الون شنو اوكي تلقون الطريقات فكرون شوية شو الضار يلا على الواو والله يعني جوز لكم أنا مثلك هذا دائما مو الطريق الوحيد يعني بصراحة الأشياء اللي أقولها هي من تجربتي وتجربتي هي يعني مو معناها هي كل شيء بس مثل ما شفنا الطريقة عند محمد مالت القبة بديعة جدا فممكن يجوز لكم في الأسلوب معين يعني مثلا ممكن نجيب سيركل رأسا نتشي ونركوة صعب مثلا السنتر مالته وين يجي مضبوط يعني ايه واحد واحد اسرع حتى يحتاج هاي المثلثات هم تصير تصب نفس الترتيب يعني هم تنصب كبين مو كسلاب هاي المثلثات اي لا هو طبعا هذه هم كونكريت هم سلاب كونكريت مو سلاب كبين دكتوري لا 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 طبعا هي كافي سلاب كونكريتي هذا هنا سلاب وهنا اكو رينج بيم كل شوكه اي كافي هو صراحه الرينج بيم راح يخف عن هذا المثلث اذا ما تخلي رينج بيم اي راح شويه يشيل يعني هذا راح شويه يزيد عليه هي شوف هنا يعني هذه هسه مثلا حلوه حاله دي كلها اكرام مثلا احنا اكثر من خيار عندنا نخلي مثلا هذا المثلث سلاب كونكريتي وما نخلي رينج بيم هذا كيس نخلي رينج بيم والسلاب نسوي مثلا نص السمك اللي احنا نخليه قبل شويه يتذكر ابراهيم كان التصميم على المزار كله سوليد سلاب ماكو رينج بيم والسلاب سمكه 50 سنتيم مو 50 سنتيم 50 سنتيم سمك السلاب مو القبه مو هيك قاعده القبه قاعده على كانتليفر يمكن او شيء شويه فلهذا السلاب مساعد كلش سمك مالته كبير زين انت في تروح تقول هذا القرار مو صحيح سوي رينج بيم وكذا لازم اكو ارقام شلون الارقام انه ما دام عندك برنامج سوي اوبشن هيج وسوي اوبشن هيج وشوف شنو الفرق بالعزوم وكذا هذا تشوف مالت الملف يصير عندك اسم الملف مثلا اسمه هوتيل يصير عندك هوتيل 20 بعدين هوتيل كذا يعني ليش انه تغير هذا اللي قلنا قبل يعني بالبدايه قلنا الران تايم 10 دقائق طويل لو يصير الترناتيفز عندك انت متعود في تسوي الرن حتى تشوف انت الان من غيرت هذا البي من سويت هذا الشيء شنو تاثيره واضح فيعطيك بصراحه تجربه وخبره اكثر زين اوكي فهسه اذا وين احنا قلنا نحكي على البروبرتي تعلمنا اذا شلون نسوي نفر العمود بزاويه معينه حتى زين بعد بالبروبرتي شكو اشياء اكو سكشن داتابيس هسه قاعد بصراحه قاعد نتعامل ويا ديفاين يعني اشياء احنا نعرفها فعندنا سكشن داتابيس طبعا هذا مهم بالستيل يعني سكاشن مخزونه بالستيل اللي هي هذه دبليو شيب كذا اتش شيب بمناسبه اكو يصير على حسب يعني نحكي على ستيل هسه دورتنا مثلا تشمل الستيل هم راح نجي نقول هاي المقاطع الستيل شنو هي كذا الى اخره من لطيف ما يذكر يعني في الموقف مريت فيه وانا احكيها دائما بالدورات هم يعني كان في كربلاء اكو فد لجنه استشاريه يعني عمل طوعي
لمساعدة مجلس الإعمار مع الكربلاء قبل فترة 6-7 سنوات الشيء يمكن. فاليوم نحن نروح كل أسبوع كل أسبوعين. فاليوم جو سألونا السؤال قالوا عندنا مقطع هاي خارطة لننفذها ما أعرف هاي مقطع مالكم بالكود الأمريكي IPE مدري شنو مقطع حديدي IPE سنة منا ما عندي خبرة بالحديد ومنا يعني هو W شيء بتقول لي شنو ما أقول لك ما أدري شنو رقم دارسي صفر رابع ما أعرف أنا IPE تكون هم ما أعرفها مشكلة مثلا تجايبي كوست الشاري وديني يمشي لازم إجا على بالي البرنامج أستاذ برو هاي هو هذا كيد ستاندر مال فرد الدولة هاي التسويات مال المقاطع مختلفة حسب الدول يمكن إبراهيم اشتغل في ألمانيا كثيرا يجوز مقاطع لسينا غير اسم يجوز هناك غير ترتيب زين فكنت بدخل أشوف بكت ألقى هنا أنا فإذا أجي أدور يعني هم بصراحة ما أتذكر وين لقيت واحدة من الدول الأوروبية يمكن زين إنه لقيت هنا هذا يوروبيان يمكن زين هاي IPE 80 IPE 100 هاي مش دخلت عليها الـ IPE دبل كليك أو شو تابل سوري وين الشو تابل وين نطلعها قاتل الله النسيان سكشن فيو تابل هذا فيو تابل تحطه علي تحطه خلاص أوكي وشين كان سؤالهم انه الان بالسوق المقاطع كلها امريكي الستاندر الخارطة اشتقرة مقاطع على ستاندرد اوروبي فشي اشترون اقرب شيء على ذاك كانت هنا الفيكة طلعت التابل او صار ايرور بالبرنامج يكون عيد تشغيله خلا اكمل فش سويت جيت على المقطع هذا طلعت له يعني شباب من الفنصة والستيم صف الرابع انت عندك بعد الفلنجة بعد الويب السمك الوزن المدري شنو طلعت ذني وشفت منه اقرب شوف كان هاي لا على البال لا على خاطر البرنامج لا انت مسوي بيران لقيت بتحد فعني الغرض من هذا الكلام انه اكو مكتبه ممتازه للمقاطع الحديديه لدول مختلفه موجوده ترى هنا بالبرنامج خليها في بالك خاف يوم تمر باعمالك الهندسيه يعني بهذا الشكل انا اسف صار فد اي اليوم شنو هو شغلات صارت على أي حال هسه احنا كملت الساعتين لهاي المحاضرة خلي ننهيها هنا ثم نكمل المحاضرة رقم 8